مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف وحصاد المحل. الحقيقة النهاردة هيكون نتواصل ونخش جوه أعماق ملف الكرة المصرية الحقيقة، وأكيد أكيد يعني هيكون معانا أخبار كتير على نادينا النادي العظيم النادي الأهلي اللي الحقيقة لسه كلنا عايشين في أجواء جميلة جداً. لسه بنشعر بالفخر والسعادة بعد طبعا الفوز بالبطولة الأفريقية رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي، الحقيقة بعد مشوار طويل ومميز جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم أكتر من مرة في حصاد المحترف، يعني الواحد كان عنده ثقة كبيرة جدا جدا في فرقته، كان عنده أمل كبير جدا رغم زي ما بقول لحضراتكم هذه البطولة ومشوار هذا البطولة مر بمنحنيات كثيرة جدا وصعوبات كثيرة جدا، ولكن يبقى النادي الأهلي، النادي الأهلي هو قاهر الصعوبات وقاهر العواقب. وزي ما بقول لحضراتكم جماهير النادي الأهلي العظيمة بقت محتارة في أنهي أغلى بطولة في تاريخ النادي الأهلي على المستوى الأفريقي. الحقيقة كل بطولة زي ما اتكلمت الأسبوع اللي فات، كل بطولة بيبقى ليها مذاق خاص، البطولة دي ليها طعم مختلف تماما تماما. بطولة كانت صعبة في الأول، دوري المجموعات تحديات كثيرة جدا جدا، المباراة النهائي هنا في القاهرة وكان الفوز 2-0 لغاية الدقيقة 85، ثم يأتي هدف الوداد وتتعقد الأمور على الشكل الفني والشكل التكتيكي في المباراة النهائية. ولكن الحقيقة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم بيروح بيجيب هذه الكأس، يعني زي ما بيقولوا كده من فم الأسد. يعني أجواء كانت صعبة جدا، مش عايز أعيد الكلام، لكن أنا بفكر حضراتكم زي ما جماهير النادي الأهلي كلها لغاية دلوقتي لسه في أجواء سعادة لهذه البطولة الكبيرة. إن شاء الله بإذن الله تتواصل البطولات. لسه النادي الأهلي حصل على ثلاثية، حصلنا على كأس مصر واثنين سوبر، وحصلنا على البطولة الأفريقية، ولكن المشوار لسه باقي، والمشوار لسه باقي. خلاص الصفحة بتتقفل كالعادة، وعادة النادي الأهلي والكلمة اللي قالها الكابتن محمود الخطيب، خلاص بنقفل الصفحة وبنستعد لطبعا إن شاء الله الفوز بالدوري المصري. عندنا بطولة كمان، بطولة السوبر الأفريقي، وعندنا الحقيقة بطولات كثيرة جدا الفترة اللي جاية، ومحتاجة تاني تجديد الطموحات وتجديد الفريشنج بتاع اللعيبة. خدوا أجازة من أول ما رجعوا من المغرب، بعد بكرة إن شاء الله هتواصل طبعا التدريبات مرة تانية استعداد للدوري ومباراة حرس الحدود. لكن زي ما بقول لحضراتكم الأهلي ما بيشبعش بطولات، وهو دوت سر النادي الأهلي سواء على المستوى الجماهيري، على مستوى الإدارة، على مستوى اللاعبين. قليل قوي لما تلاقي ممكن تفصل في الحتة ديت حتى على مستوى الأندية الكبيرة. انت بتاخد بطولة وبطولة كبيرة جدا، خلاص بنقفل هذا الملف، فرحنا وانبسطنا وهيصنا، ولكن كمان عندنا بطولة لسه لم تحسم بعد، بطولة الدوري. طبعا النادي الأهلي الأقرب ليها بشكل كبير جدا، ولكن لم تحسم بعد. دايما النادي الأهلي بيلعب لآخر لحظة، لآخر دقيقة في البطولة. إن شاء الله يعني بعد بكرة هتكون عودة فريقنا زي ما قلت لحضراتكم للتدريبات من جديد بعد فترة الراحة اللي حصل عليها بعد عودته من المغرب. الفريق هيرجع يتدرب إن شاء الله طبعا، علشان زي ما قلت لحضراتكم مباراة حرس الحدود إن شاء الله هتكون يوم الخميس اللي جاي، مباراة في الدوري. وخلاص الأهلي خلاص يعني خلصنا شوية من شوية الضغوط الفترة اللي فاتت، وفي طبعا سيناريو بيتكلم طب هل مارسيل كولر هيعتمد بشكل كبير على اللعيبة الأساسية في مشوار الدوري؟ هل هيتم بالدفع بعض اللعيبة الصغيرين تاخد فرصة؟ الحقيقة لسه ده ما اتضحش، ولكن خلينا نتكلم، ما اعتقدش ده هيبقى في المباريات الأولى. أول ما النادي الأهلي يحسم الدوري أعتقد ممكن يكون بقى في يعني راحة لبعض اللاعبين اللي يعني قدوا موسم ولا أروع، الدفع بقطاع الناشئين الأولاد اللي ممكن إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون معاهم أو لينا ليهم دور معانا في الفريق الأول. البطولات ما بتنتهيش، وزي ما أقول لحضراتكم موسم استثنائي وصل فيها عدد بطولات النادي الأهلي على جميع المستويات أو جميع الفرق وصل ل 25 بطولة. السنة دي النادي الأهلي محقق 25 بطولة على مستويات طبعا كل الألعاب. لكن الحقيقة طبعا الإنجاز الكبير كان على صعيد طبعا دوري الأبطال الأفريقي، والأهلي إن شاء الله بيكمل إنجازاته وبيحصد كمان إن شاء الله لقب الدوري الموسم اللي جاي، وعندنا لقب السوبر المصري والسوبر الأفريقي، وبإذن الله إن شاء الله لسه كمان بنتطلع لكأس العالم للأندية. مان سيتي موجود هناك، وليه لا نشوف
كمان زي ما شفنا السنة اللي فاتت الأهلي بيلعب ريال مدريد، ليه لا اما نشوف المان سيتي بيلعب النادي الأهلي، وهو ده النادي الأهلي. مسيرة انتصارات لا تتوقف، مجلس إدارة الحقيقة يعني له الاحترام الكامل، وبيسعى دايما لإسعاد الجماهير سواء على مستوى يعني أعضاء الجمعية العمومية، على مستوى المنشآت، أو كمان على مستوى البطولات، ما بتكلمش على الكورة بس، كمان على مستويات كل الألعاب الجماعية والفردية. في ظل كمان زي ما بقول لحضراتكم كل ده بيسنده مين؟ كل ده بيسنده جمهور عظيم الحقيقة، جمهور النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي في كل الفترات وفي كل العصور هي اللي بتثبت إن النادي الأهلي نادي عالمي، وإن النادي الأهلي وراه جمهوره زي ما بيقولوا جمهوره هو حماه. النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين في مجموعة بعد مباراة الوداد يعني استقرت وما رجعتش مع البعثة لانضمامها للمنتخب المصري اللي كان ليه مباراة، يعني المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمام المنتخب الغيني. طبعا فاز المنتخب المصري بنتيجة 2-1، بنقول له ألف مبروك، ألف مبروك لمنتخبنا. وطبيعي يعني مش عايزين نكبر المواضيع، طبيعي جدا منتخب مصر يصعد إلى نهائيات أمم أفريقيا في ظل المجموعة اللي كان متواجد فيها، لكن كمان كان مهم إن احنا كمان مسيرة انتصارات كبيرة جدا مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. منتخب مصر بيصل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والهدف الأساسي لكل اللاعبين وهدفنا كمان كجماهير ومحبي للكرة المصرية هي الحصول على هذه البطولة الكبيرة والبطولة الغالية اللي يمكن السنة اللي فاتت خسرناها أمام السنغال في طبعا كانت مباراة كبيرة جدا، ولكن مشوار جديد مع روي فيتوريا الحقيقة، استراتيجية جديدة مع روي فيتوريا، أرقام جديدة من خلال كمان أرقام فيتوريا. معانا طبعا النهاردة في الحلقة طبعا أحمد بيومي، ده متخصص طبعا ومحلل الكرة العالمية والمحلية، هيكون متواجد معانا هنتكلم على الملف ده، غير طبعا اتنين من نجومنا كابتن أحمد بلال والكابتن عمرو الحديدي. هنتكلم عن النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهنتكلم على الدوري والدوري الدرجة الثانية، وهنتكلم ملفاتنا الحقيقة النهاردة كتيرة جدا في المحترف. لكن تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن منتخبنا وصعوده ووصوله بشكل رسمي إلى طبعا التأهل لبطولة أفريقيا القادمة. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم عروضه المميزة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعدما حقق الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 2-1 ليقتنص صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار. وحقق الفراعنة عددا كبيرا من المكاسب من الفوز على غينيا، حيث حسموا صدارة المجموعة قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام إثيوبيا والتي باتت تحصيل حاصل. كما ضمن المنتخب المصري تحسين مركزه العالمي في تصنيف الفيفا قبل إجراء قرعة البطولة الأفريقية، وضمن أيضا التواجد على رأس إحدى المجموعات في البطولة القارية التي يحمل الرقم القياسي في مرات الفوز بها. كما نجح روي فيتوريا في تحقيق فوزه السادس على التوالي مع الفراعنة دون التعرض لأي هزيمة أو تعادل خلال مشواره مع منتخب مصر، وهو ما أعطى ثقة كبيرة للاعبين والجماهير بأن المدير الفني البرتغالي قادر على تحقيق أحلامهم بالتواجد في نهائيات كأس العالم 2026 المقبلة. أما على الصعيد الفني فقد حصد منتخب مصر عدة مكاسب أيضا من الفوز على غينيا، أبرزها تكوين صف ثان جديد من اللاعبين في ظل القائمة التي اختارها فيتوريا للمباراة، وشهدت تواجد عدد كبير من الوجوه الجديدة على رأسهم نجم وسط الأهلي مروان عطية الذي كان أبرز لاعبي المنتخب في مباراة غينيا. كما اطمأن المدير الفني على مستوى لاعبيه سواء المحترفين أو المحليين وقدرتهم على الظهور بمستوى طيب رغم ضيق الوقت بين انضمامهم لمعسكر الإعداد وخوض المباراة، فضلا عن حالة الإرهاق الشديد التي سيطرت على لاعبي الأهلي الدوليين بعد خوض المباراة بعد 3 أيام فقط من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.
نجاح كبير حققه البرتغالي فيتوريا مع منتخب مصر منذ تولى مهمة تدريبه، حيث خاض 6 مباريات فاز بها كلها، وسجل نجوم الفراعنة خلالها 16 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 2 فقط، وهو ما يؤكد أن الرجل يسير بخطى ثابتة نحو صناعة منتخب جديد للفراعنة، قادرا على العودة مرة أخرى لمنصات التتويج. إن شاء الله بإذن الله يكون منتخبنا قادر على العودة لمنصات التتويج على المستوى الأفريقي. إن شاء الله كل التوفيق لطبعا منتخبنا وروي فيتوريا، اللي هيكون زي ما قلت لحضراتكم من خلال حلقتنا النهاردة. هنسرد مع ضيوفنا النهاردة مشوار فيتوريا مع المنتخب المصري، رؤيتهم كمان للفترة اللي جاية، رؤيتهم كمان بعد ما قفلنا الملف الأفريقي للنادي الأهلي، ايه اللي هيحصل في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. عندنا زي ما قلت لحضراتكم بطوله الدوري، عندنا بطولات كثيره، بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله هتكون في شهر 8. كل ده هنناقشه مع ضيوفنا ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم معانا احمد بيومي، متخصص في الارقام والاحصائيات والكره العالميه والمحليه، معانا 2 نجوم كبار، احمد بلال وعمر الحديدي مع حفظ الالقاب. كمان عبر شاشة المحترف خلينا نتوجه بالتهنئة لنادي زد بلدية المحلة ونادي الجونة لطبعا التأهل لبطولة الدوري الممتاز للموسم اللي جاي. كل ألف ألف مبروك. الحقيقة الدوري الدرجة الثانية السنة اللي فاتت كان دوري مشتعل لغاية آخر أسابيع وآخر مباراة في المجموعة الثانية والثالثة، ما كانتش اتحسمت بشكل كبير، لكن بنقول ألف مبروك لزد الوافد الجديد للدوري الممتاز. كمان عودة كبيرة جدا لبلدية المحلة، كمان عودة يعني كمان كبيرة جدا لنادي الجونة. 3 أندية بينضموا طبعا للدوري المصري الموسم القادم، الدوري الممتاز. وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا 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 نعرف كمان ان يعني الدوري كمان الدوري المصري دلوقتي مشتعل للغاية، الهروب من شبح الهبوط، يعني أعتقد أكتر من 5-6 فرق ما زالوا مهددين بالهبوط. يعني هنشوف مع حضراتكم دوت مع نهاية الانترو، هنشوف كمان الدوري المصري واصل لفين. لكن خلينا قبل ما نتكلم نروح برضو بعض الأخبار السريعة كده. الخبر الأولاني إن شاء الله بكرة السبت هتبدأ انطلاق اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر. ده طبعا في إطار عملية البحث والكشف عن المواهب المميزة. طبعا عايزة يعني كمان أنتهز الفرصة دي وأقول مبروك للكابتن بدر رجب. والكابتن بدر رجب يعني طبعا اسم كبير جدا جدا في قطاع الناشئين، وخبرات الحقيقة كبيرة جدا جدا، ومكسب للنادي الأهلي ما فيش شك. هنستفيد جدا بخبرات الكابتن بدر رجب مع طبعا الكابتن خالد بيبو اللي كمان الحقيقة قام بمجهود رائع السنة اللي فاتت، مع كل التحية طبعا لبروكيتش التشيكي اللي كان متواجد كمدير فني للقطاع. كابتن بدر رجب والكابتن خالد بيبو ان شاء الله بيعلنوا ان بكرة ان شاء الله هيكون في طرح لاستمارات التقدم للاختبارات داخل مقر النادي الأهلي 4، سواء في الجزيرة او مدينة نصر او الشيخ زايد او حتى في القاهرة الجديدة. قيمة الاستمارة هتكون 100 جنيه والنادي الأهلي بيفتح باب المتقدمين من مواليد 2007 لغاية 2018. ده المواليد من 2007 ل 2018 هيكون عندهم فترة اختبارات. بتقام الاختبارات المرحلة الأولى على مدى 4 أيام، تنطلق يوميا الساعة 7 الصبح، وإن شاء الله هتبدأ يوم السبت باختبارات مواليد 2016 2017 و2018. يوم الحد هيكون مواليد 2013 و14 و15. يوم الاثنين ان شاء الله هيكون مواليد 2010 2011 2012. يوم الثلاث هيكون لمواليد 2007 2008 و2009. ان شاء الله كل التوفيق لكل يعني، وانا بتكلم رجعوني الذاكره بعيد جدا الحقيقه، وافتكرت والدي لما اشترى لي تذكره، وكانت التذكره يعني طبعا ساعتها كانت التذكره ب 50 قرش ولا 25 قرش، وجالي البيت وقال لي انت هتروح الاختبارات يوم الاربعاء اللي جاي. قلت له اختبارات ايه يا بابا؟ قال لي اختبارات النادي الاهلي، انت مش اهلاوي وعايز تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له يا ريت. وكانت الحقيقه يعني بالنسبه لي، وانا يعني كنت سعيد جدا بالاختبارات. اختبارات على فكره ما كانتش سهله، اختبارات كبيره جدا، اعداد كبيره جدا جدا، كل الناس كل الاطفال تتمنى تلعب في النادي الاهلي. بس الحقيقه يعني من ساعه دخولي واللحظه ديت الحقيقه كانت غيرت مجرى حياتي تماما. يعني
يعني بفتكر ساعتها والدي الله يرحمه كان يعني كان سعيد جدا جدا بعد 3 شهور من الاختبارات، واللحظة السعيدة في حياتي الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه قال لي هات والدك وتعال عشان انت هتكون خلاص متواجد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. من اللحظات السعيده جدا في حياتي، فطبعا كل التوفيق لكل الولاد اللي هيروحوا، كل الامنيات لهم بالتوفيق ان شاء الله. طيب خبر تاني، بعثه منتخبنا الاولمبي بتتجه الى المغرب لاداء طبعا معسكر ختامي، يعني بيتخللوا لقاء ودي قبل التوجه طبعا لمدينه طنجه لبدء الاستعدادات والتجهيز للمباراة الرسمية في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اللي بتقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو، والمؤهلة إلى طبعا دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024. اللي هيتأهل إن شاء الله من خلال هذه البطولة بيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني والثالث، بيتأهلوا مباشرة إلى باريس. المركز الرابع هيكون عنده ملحق مع نظيره من قارة آسيا على التذكرة الرابعة. منتخبنا الوطني هيبدأ إن شاء الله مبارياته يوم 25 يونيو الجاري أمام منتخب النيجر، ثم هيتقابل مع منتخب مالي، وبيختم لقاءات المجموعة بمواجهة الجابون. يعني لو بنشوف الأسماء كده الناس تقول لك مجموعة سهلة، لا المجموعة مش سهلة الحقيقة. كل المنتخبات اللي بقول لحضراتكم عليها اذا كان مالي او الجابون او يعني او النيجر خلاص ما بقاش المنتخبات ديت ولاد ممكن تكسبها 4-5 بسهوله، لا اللقاءات هتكون صعبه. الجابون فريق كويس قوي، بتتكلم على منتخب مالي فريق كويس قوي، حتى النيجر ممكن تلاقي فيه بعض العناصر المميزه. كل التوفيق لمنتخبنا، كلنا ورا منتخبنا الاولمبي ان شاء الله عشان نشوفه في اولمبياد باريس 2024. زي ما بقول لحضراتكم البطوله بتقام في المغرب، دي المجموعة بتاعت منتخب مصر. المجموعة الثانية بتضم المغرب، غانا، وغينيا، والكونغو. وطبعا إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم أول ثلاثة يتأهل رسميا لأولمبياد باريس 2024، الرابع بيكون عنده ملحق مع فريق أو منتخب من آسيا. زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله تكون فال خير، لأن المنتخب الأولمبي كمان منتخب مهم جدا جدا في المشوار اللي جاي. وبقول كده كمان روي فيتوريا حضراتكم عارفين في يعني مباراه او استعداد لمباراه غينيا ضم 6 عناصر من مواليد 2001 او من المنتخب الاولمبي كانوا موجودين في التدريبات، وبدا يفكر في عمليه النزول بالاعمار السنيه، وده مهم جدا يكون عندك منتخب اولمبي على مستوى عالي جدا يقدر يكون يعني حلقه وصل وعناصر مميزه للفريق الاول. وزي ما بقول لحضراتكم بطوله او الاولمبياد دي محفل عالمي، كان ليا الشرف ان انا اكون موجود في اولمبياد لندن 2012 وتبقى محفل عالمي، وفرصه كمان للاعبين دول ان هم كمان يحترفوا من بدري. يعني خلاص حته من بدري هو عنده خلاص 23 سنه لكن فرصه كبيره بيتعرف، يعني بيكون فيه الايجنت كله، الانديه موجوده كلها، مستويات الفرق الموجوده والمنتخبات الموجوده، بتكون محفل عالمي الحقيقه. الاولمبياد شيء عظيم جدا، نتمنى ان شاء الله بإذن الله نشوف منتخبنا الأولمبي موجود إن شاء الله ومتواجد في باريس 2024. طبعا تابعنا على مدار الأسبوع اللي فات كمان زي ما بقول لحضراتكم أحداث كثيرة جدا جدا، وزي ما بقول صعود الزد، صعود الجونة، صعود بلدية المحلة للدوري الممتاز بعد كل واحد ما تصدر مجموعته، إذا كانت مجموعة القاهرة وبحري أو مجموعة الصعيد على نفس الترتيب. المنافسة خلال الموسم اللي جاي الحقيقة المنافسه كانت السنه دي كانت منافسه صعبه جدا. وكمان عايز احيي قرار تفعيل او اقامه دوري المحترفين من مجموعه واحده الموسم المقبل ان شاء الله، وهو الدوري اللي هيضم 16 نادي، اول هنتكلم على اول من المركز الثاني للمركز الخامس. حضراتكم خلاص المجموعات كان 3 مجموعات، صعد كل اول من كل مجموعه. طيب من المركز الثاني للمركز الخامس في كل مجموعه بتتكلم او بيشكل بيصعد مباشره لدوري المحترفين، يعني من المركز الثاني للمركز الخامس خلاص بقى متواجد في دوري المحترفين. اصحاب المركز السادس لغايه الاخر للاسف دول هيكونوا في دوري الدرجه الثانيه، يعني والمركز السادس المركز السادس في كل مجموعه هيقابلوا بعض في دوره ثلاثيه علشان يصعد ليه ويكون موجود في دوري المحترفين. غير كده كل اللي باقي يعني احنا هنكمل 16 فرقه
وزي ما بقول لحضراتكم أنا مع فكرة أن يكون دوري ما بين قوسين الممتاز بيه دي مجموعة واحدة مش ثلاث مجموعات الحقيقة، لكن إزاي تسوق لهذه البطولة؟ إزاي تتكلم إنك عايز تعمل بطولة ناجحة؟ الخطوة الأولى جيدة جدا يكون عندك مجموعة واحدة بتلعب بشكل منتظم. كمان مهم جدا إنك تكون يعني بتسوق لهذا المنتج بشكل جيد الحقيقة. فيعني ده مهم جدا إن إحنا نتكلم في النقطة ديت، إنك الفكرة هايلة إنك بتعمل دوري الدرجة الممتاز به، تعمله مجموعة واحدة زي ما بنتكلم على الشامبيونشيب في الدوري الإنجليزي أو في البطولة الإنجليزية، بتتكلم على دوري المحترفين. طيب دوري المحترفين هيكون إن شاء الله دوري قوي جدا، عملية تسويقه بقى عايزين نعرف إزاي هيتسوق، الماتشات هتتذاع، مين اللي هيذيع المباريات، السبونسر الموجود، لازم نهتم بهذا الدوري بشكل كبير جدا، لأن زي ما بقول لحضراتكم ده كمان بينعكس على المنتخب الأول. ليه بينعكس على المنتخب الاول؟ هيكون عنده قاعده اوسع من اللاعبين، يعني عندنا قاعده دلوقتي ممكن المدير الفني هيكون عنده رؤيه واضحه لدوري الدوري الممتاز وكمان دوري المحترفين، فالاختيارات ممكن تكون اوسع. وما ادراكم ان دوري المحترفين وافتكروا الكلام ده هتلاقي فيه مواهب كثيره جدا جدا، هتلاقي فيه منافسه شديده جدا جدا، هيكون دوري قوي. ازاي نستغل ده ان احنا نسوقه صح، وازاي نستغله على المستوى التسويقي على مستوى المنتخبات سواء منتخب أولمبي منتخب شباب في القادم، ده مهم جدا جدا جدا. الحقيقة كمان زي ما بقوله في ثلاثة كمان هيهبطوا من الدوري، طبعا من الدوري المصري هيكتمل ال 16 فرقة اللي هيكونوا موجودين في دوري المحترفين. مهم جدا، وزي ما بقول لحضراتكم عندنا أخبار كثيرة جدا جدا، وعندنا يعني ملفات كثيرة عن النادي الأهلي، عن منتخبنا، عن الدوري المصري المشتعل بشكل كبير جدا جدا في الفترة اللي جاية، وخاصة على مستوى الفرق اللي بتنافس على الهبوط وصراع الهروب من الهبوط. طيب هنشوف جدول الدوري الممتاز ولا عندنا فاصل؟ طيب نبص برضه عشان نشوف حضراتكم نوري حضراتكم جدول او ترتيب جدول الدوري الممتاز عشان نشوف برضو الصراع. طبعا الصراع فوق مش يعني محسوم ان شاء الله للنادي الاهلي، ولكن المركز الاول بيراميدز 64، الاهلي في المركز الثاني وفاضل له ماتشات كتيره جدا. في المركز الثاني 62 نقطه، عندنا فيوتشر، الزمالك، المقاولين في المركز الخامس، المصري في السادس، فاركو في المركز السابع 41 نقطه، والاتحاد السكندري في الثامن، جريتو ماشي، سموحه في المركز العاشر ب 36 نقطه، والبنك الاهلي 34، سيراميكا 33. بصوا بقى شوفوا من اول، البنك الاهلي في المركز 11 34، سيراميكا 33، اسماعيلي 33، غزل المحله 32، طلائع الجيش 32، اسوان 32، الداخليه 29، وحرس الحدود 20. يمكن حظوظ حرس الحدود اعتقد هتبقى صعبه جدا جدا، لكن بتتكلم من المركز تقريبا من المركز ال 11 للمركز ال 16 بتتكلم في نقطتين. مع طبعا في بعض الفرق عندها بعض المباريات المؤجله، ولكن الصراع زي ما بقول لحضراتكم بدا من المركز ال 11، البنك الاهلي، عندك البنك الاهلي، سيراميكا، الاسماعيلي، غزل المحله، طلائع الجيش، اسوان، الداخليه، حرس الحدود. الحقيقه كل دول عندهم يعني مباريات نارية في الأسابيع القادمة في الدوري المصري للهروب وعدم الهبوط لدوري المحترفين. طيب معانا كمان أعتقد لغاية دلوقتي الهدافين، معانا قائمة هدافي الدوري لغاية دلوقتي. طبعا زي ما بقول لحضراتكم الصراع مهم جدا والمباريات مهمة جدا، إن شاء الله بإذن الله هنتابعها مع حضراتكم بشكل مباشر. ده هدافي طبعا الدوري المصري لغاية دلوقتي مابولولو طبعا ب 14 نقطة، أحمد الشيخ 10، محمد حمدي 10، محمد شريف 9، أوكليس 9، سمير فكري 9، أحمد سيد زيزو 9، و رزقي حمرون 8 اهداف، 14 هدف هو ما زال الرقم الكبير. عندي كريم بامبو طبعا 8، لاكاي 8، احمد ياسر ريان 8، ورفيق كابو لاعب ام بي ب 8 اهداف. احنا بننتظر مع حضراتكم وهنا في المحترف وحصاد المحترف المحلي، منتظرين الاسبوع والاسابيع القادمه زي ما بقول لحضراتكم لقاءات مثيره جدا، ان شاء الله باذن الله نشوف النادي الاهلي في اسرع وقت ممكن ان شاء الله يكون هو بطل هذا الدوري. كمان نتابع
قصة الهروب من الهروب من القاع وطبعا النزول للدوري المحترفين، لكن كمان معانا الجولة الجاية من الدوري المصري نبص عليها ونشوف اللقاءات المرتقبة خلال المرحلة اللي جاية. يوم الثلاث إن شاء الله الزمالك مع غزل المحلة، يوم الأربع نادي المصري مع فيوتشر، الخميس الإسماعيلي والنادي الأهلي، الجمعة هيكون إنبي وفاركو والمقاولين العرب والداخلية. نشوف بس الخميس أعتقد الأهلي وحرس الحدود يعني، لكن الخميس 29، الخميس 29 الأهلي هيلاعب الإسماعيلي، يوم الجمعة 30 يونيو هيكون الإنبي وفاركو، المقاولين العرب هتقابل الداخلية. دي مباريات الجولة القادمة في الدوري المصري. زي ما قلت لحضراتكم احنا مستمرين معاكم في تغطية الدوري المصري لغاية نهايته ان شاء الله، وبإذن الله النادي الأهلي يحسم الأمور سريعا. هنطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل هنستقبل اتنين من نجوم النادي الأهلي الكبار، نتكلم على الكابتن أحمد بلال والكابتن عمرو الحديدي في ضيافتنا هنا في المحترف. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم على ملف النادي الأهلي، المنتخب المصري، المنتخب الأولمبي، هنتكلم على الدوري بشكل عام، هنتكلم على دوري المحترفين شكله ازاي السنة اللي جاية، عندنا ملفات كثيرة جدا مع ضيوفنا بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية والمحترف، وطبعا معانا اتنين من نجوم النادي الاهلي الحقيقه، كابتن عمرو الحديدي. مساء الفل عليك عمور. مساء الفل يا كابتن هاني، نورنا. ربنا يخليك يا ابو كباد. كابتننا والمهاجم الخطير احمد بلال. كابتن احمد ازيك؟ ازيك يا كابتن هاني، ربنا يخليك. نورنا، مفتقدين الستايل بتاعك الحقيقه. اكيد هيجي، اكيد هيجي. كابتن عمرو ربنا يخليك، يعني عايز اعرف رد فعلك في الجول اللي جابه محمد عبد المنعم سريعا من غير ما افكر، كنت في حاله ايه؟ رد فعلك كان ايه؟ شفت الجون ده ازاي؟ انا كنت بقرا قران في الوقت ده. حلو. فانا بقرا قران شفت حاجه جات لي كلمه الله باللون الاحمر، اقسم بالله العظيم اللي بقوله ده حقيقي. طب تاني كده بس بالراحه؟ بالراحه. وانا بقرا قران في المصحف في الموبايل جات لي كلمه الله بالاحمر. انا كنت هطلع على الهواء بعديها بربع ساعه، انا وقفت على سن انا هقول الجمله دي. هما حصلوا معايا مرتين. أوكي. مره اما كنا كسبنا في النخبه جون كمونه، وكان كابتن محسن طوي جنبي وانا بقرا بس المصحف برضو نفس الجمله ودي، ومحدش شاف عبد المنعم وهو بيجري. الدكه هي اللي قالت ان الكره دخلت الجول، الدكه مش الهدف، الدكه نفسها لما جريت على عبد المنعم على الرايه، محدش حتى اللي في الملعب مش شايفين عشان السويرف اللي حصل من ضربه الراس راحت في اتجاه بعيد عن رؤيه الناس، حتى الراجل الموجود بالكاميرا ما جابهاش بسرعتها، ما شفناش اللي عبد المنعم وهو بيجري بس. فهو ربنا سبحانه وتعالى، انا يمكن قلت لحضرتك ان انا هاجي واقول لك ده حقيقي، احنا تعادلنا 1-1. ده حقيقي، انت توقعت النتيجه 1-1. بلال كان رد فعلك ايه؟ لا انا هتمسح فيه الاول بس. طب خلي بقى يعني خلينا كده على طول، يا رب ان شاء الله. يا رب يا كابتن. لا رد فعلك ايه حقيقي؟ رد فعلك ايه؟ بص الجول ده تحديدا، تمام، هو كابتن عمرو ليه حاجه، ما احنا كمان كلنا كنا في الاستوديو ناحيه. ايوه. الكره واخد قبل ما الكره تتلعب كلنا بنقول عبد المنعم فين؟ اسامه حسني بينادي، وانا بقول فين عبد المنعم يا جماعه؟ مين يعني انت خلاص هو ده المؤشر بتاعك اللي تقدر تجيب منه جول، تمام؟ الكرات العرضيه، لان انت خلاص مش قادر تروح بشكل صحيح مباشر، تمام؟ مش قادر تروح بتاكتكس بباصه باختراق بترقيصه، هم قابلين كويس، وانت الحلول بتاعتك اصبحت في الكرات العرضيه. والله اقسم بالله يعني اسامه كان واقف هنا وانا جنب اسامه، تمام، ومعانا كابتن اسامه عرابي وكابتن ايمن شوقي وكابتن علامه، كلنا يعني قاعدين حادي بنقول يا جماعه فين 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 عبد المنعم؟ يعني انت في بعض الماتشات الكادر ساعات بيجيب اللعيب، تمام، اللي ممكن يبقى خطر، اللي ممكن يسجل، اللي ممكن يحط جول، اللي انت بتامل فيه، او مثلا المخرج بيقول لك ان ده من الحته دي ممكن يسجلها. فاحنا عاملين نادي عبد المنعم، احنا مش شفناش برضه الهدف على فكره، احنا عاملين عبد المنعم بيدوروا على محمد عبد المنعم فين لغايه ما الكوره دخلت، او ياسر ابراهيم، يعني هم واحد من الاثنين. قلنا عبد المنعم فين يا جماعه؟ فين على القريبه؟ لان يعني الاهلي اعتاد انه يلعب يشتغل في الحته دي، ان الكوره تتلعب في الزاويه القريبه، فعبد المنعم يقطع وعلى البعيده الناحيه الثانيه يروح ياسر ابراهيم. فراح احنا بنبص كده لقينا عبد المنعم فرحان والناس مبسوطه وزي الفل وتمام التمام، والاهلي سجل هدف، لان احنا كنا متفائلين ان الاهلي هياخد البطوله. يعني اتظلمنا السنه اللي فاتت قدام نفس الفرقه، فلما تتظلم قدام نفس الفرقه اكيد في عدل، يعني في ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، يعني فاكيد اكيد ربنا هيجيب لك حقك. يعني المباراه هم ما كانوش متسيدينها، ولا الاهلي يعني المباراه كانت في نص المباراه، تحس انها كانت غامضه شويه، يعني
يعني زي ما انت بتقول ما كناش حاسين ان عندنا فرص كتير وبنهاجم يعني، وهم كمان ونفس يعني هو سجل هدف برضه منين؟ بالظبط من ضربه حره مباشره، وكان بالنسبه لهم فجاه وكان جول طبعا. يعني هو ما راحش بهجمه صريحه، يعني ما راحش دبل باص واتشطت الكره جت في العارضه واتحطت ورقص ما راحش، انت مقفل كويس وهو مقفل كويس، فبتشتغل على ضرب حره مباشره، كره ثابته، بنالتي، فاول، كورنر، بتشتغل على الحاجات دي كده. هم سجل هدف من ضربه حره مباشره، والاهلي قدر يسجل الهدف من ركله ركنيه. اتفتح بعد كده الجيم طبعا، وكان لنا 3 4 فرص محققين، ولكن الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نرجع في المباراه في توقيت اكثر من رائع. يعني لو الجول خد بالك جه بدري شويه كان ممكن هتبقى دقيقه 60 كنت هتقلق بقى، يعني كان هيبقى فيها شويه قلق كوره كمان، كنت هتضطر كنت هترجع ورا، وهو كان برضو عنده فتره يبقى منظم كمان شويه، انما بعد ما سجل الهدف ابتدى يبقى عنده هرجله في الملعب، عايز خلاص يجيب. وده باني عمرو حتى بعد ما جبنا الجون كان عندنا فرصتين ثلاثه ان احنا ممكن نجيب جون والتاني، لانهم الحقيقه هم يعني اي فريق هيفتح وهيهاجم بشكل كبير، فبدات المساحات تظهر عندهم واتخلق لنا كذا فرصه. يعني المدير الفني بتاعهم اول غلطه عملها اما طلع امين فرحان فيرود، اول لما طلعه فيرود ساب الحته دي في نص الملعب، هو بقى يا خلاص هو مش بقى على حاجه. ما هو زي ما بلال بيقول، هو افتكر في 3 حاجات، عمل سيناريو ان هو ارتضى بالامر الواقع ان هو كسب المباراه والاهلي جاله احباط نفسي وخلاص مش هيخرج من المباراه لاي شيء. بعد كده النادي الاهلي دخل المباراه بعد الدخان ووقوف الملعب، بدات شراسه النادي الاهلي تبان تاني، ابتدينا نشوف بقى عبد المنعم، ابتدينا نشوف يعني عبد المنعم زي ما بلال بيقول، عبد المنعم ما وقفش على القريبه، ده اتحرك على القريبه في 2 مساكين، صامبو وزولا. بس يعني دي نسخه مكرره على فكره، في اهداف كتيره جدا. وخلي بالك الناس بتشوفها خلاص هي الموضوع سهل وبالتالي ممكن جدا المنافس يحفظها، لكن هي عمليه فيها التايمنج مهم جدا جدا. التايمنج في حركه عبد المنعم نمره 1، ازاي يروح ان تايم في الجزئيه ديت، وكمان عمليه الدقه الكروس كمان، الكروس علي معلول، علي معلول، والدقه انها تكون موجوده بالظبط في الحته ديت. فالحقيقه كان يعني كان هدف، والحقيقه الاهلي يستحق البطوله دي. يعني لما رجعنا لتاريخ كده البطوله والمشوار اللي احنا مشيناه وشويه المشاكل، واحنا هنخرج من دوري المجموعات وبعدين الموضوع بقى في ايدينا، ومن اول بقى ما الموضوع في ايدينا بقينا خلاص يعني تقريبا كسبنا كل المباريات. وتحدي كمان الهدف اللي جه هنا في القاهره كمان كان تحدي كبير جدا، والظروف الصعبه اللي مرينا بيها هناك كلها كانت امور الحقيقه بتخلي البطوله دي كمان بطوله مميزه في تاريخ النادي. هو يا كابتن هاني اللي الراجل درسه والراجل شافه ماليش دعوه باللي فات، حتى ظهر عليه في المؤتمر الصحفي وهو بيتكلم قال لك ما تكلمنيش عن اللي فات، كلمني على اللي انا موجود وانا الكسبان، كسبان المباراه. نفس الكلام قاله الشناوي، الشناوي يعني الالتفاع حوالين الفرقه وعدم وجودها ان هي تقول احاديث صحفيه ولا اي حاجه من دي، التركيز كان باين ان احنا مسافرين رايحين نكسب، عكس السنه اللي قبلها كل الكلام كانه الصحافه المغربيه التذاكر نفذت وفي مشاكل وقبلها كان في مشكله، لا احنا رايحين ولينا هدف. حتى في الاداء، حتى في رجوعنا للمباراه، احنا حتى ما دخل الهدف قلنا خلاص النادي الاهلي هيحصل احباط ويحصل تراجع، لا الشوط الثاني بان النادي الاهلي بقى بشراسته، انا مش بايع على حاجه وانا مركز وهوصل للهدف والتارجت اللي انا عايزه احقق اللي الراجل حققه هنا في المشهد الاولاني، جاب جون في الوقت اللي ضيق على جماهير النادي الاهلي، انا فسدت الموضوع كله بقى، ابتديت استحوذ، وزي ما بلال بيقول اقدر اوصل بثلاث اربع اهداف ما جاتليش هنا في القاهره، ما جاتليش الفرص دي في القاهره، اقدر كنت ممكن اعمل ريكورد 4 و5 اهداف مقابل الهدف اللي كان ليهم. صحيح. احمد كمان عمليه التحضير كانت مهمه جدا. ان يمكن استفدنا من اخطاء السنه اللي فاتت، كان في دوشه قبل المباراه وده اتنقل للاسف للعيبه وكان في بعض المشاكل، فنزلنا المباراه السنه اللي فاتت شويه فكين. السنه دي كان الوضع مختلف شويه، الوضع ان احنا كان في تركيز كبير جدا، كان في هدوء كمان، الهدوء والتركيز كان واضح على فريق النادي الاهلي، حتى الشوط الاولاني كان بالنسبه لهم شوط مميز، ولكن احنا اجمالي المباراه كان واضح جدا التركيز ان احنا عايزين نرجع بهذه البطوله. شايف تحضير مارسيل كولر كان ازاي؟ لان احنا كمان شويه وهنستضيف كمان احمد بيومي، عندنا كلام عن مارسيل كولر، شفت ادارته للمباراه ازاي ومش للمباراه ديت لمشوار النادي الاهلي الفتره اللي فاتت؟ بص خلينا كلامك في 3 نقط مهمين قبل الماتش. ايه الفرق بين المباراه دي بتاعه السنه دي ومباراه السنه اللي فاتت؟ بالعكس انت، انا كنت شايف ان في الضغط اكتر المباراه دي مباراه النهائي عن السنه اللي فاتت. مباراه السنه اللي فاتت انت يعني كانت مباراه انت اتحطيت في موقف صعب واتحاد الكوره حطك في موقف صعب والامور ما كانتش بالنسبه لك يعني طبيعيه، ولكن انت كنت رايح بتلعب مباراه فاين. المباراه دي اصعب ليه؟ لان انت النهارده في القاهره
المباراه الاولى بتاعتك اللي المفترض كنت تكسب فيها 2-0 سجل فيك هدف، وبالتالي بقت المهمه يعني رايح اللود عليك اعلى. اه بالظبط، بنسبه كبيره من الاحباط. انت هناك رايح تلعب مباراه نهائيه، ما خلاص ما فيش حاجه، انت ماتش ممكن يطلع 0-0 1-1 2-1 تكسب تتغلب. طيب. لكن المره دي انت رايح بنسبه من الاحباط ان هو سجل، قدر يسجل فيك هدف، فبالتالي هو قادر انه يسجل هناك ويكسب ويكسب البطوله. تعامل كولر مع اللعيبه في الحته دي، الحته النفسيه، انه ازاي اهل اللعيبه ان انت كسبان هنا في القاهره، وان انت يعني عندك وانت دافع بالنسبه لك اكبر بكتير، وان انت المباراه هنا ما انتهتش بالخساره او بالتعادل، انت بالعكس انت كسبان، وانك بتلعب على املين، امل التعادل تمام، وامل انك برضو تسجل هناك هدف. دي رقم واحد. رقم اثنين، التعامل الاعلامي للنادي الاهلي في المباراه دي يعني فوق اكثر من رائع. المباراه اللي فاتت شو اعلامي كبير جدا 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 حوالين اللعيبه، واللعيبه اتاثرت بالشكل ده كبير جدا. الاعلام الاهلاوي لم ينساق ورا كل اللي بيحصل في الساحه، بالعكس هو قفل على اللعيبه. التصريحات كانت قليله جدا جدا جدا، المدير الفني بس اللي بيصرح، حتى سيد عبد الحفيظ ما كانش له تصريحات واضحه بالنسبه لنا. واضح ان كان في تركيز شديد جدا جدا. تعامل المجلس الاداره برضو مع المباراه كان يعني هدوء تام جدا جدا جدا. مجلس اداره بالكامل عامل سبورت وبيروح بشكل كبير جدا، فده كمان يعني كل الامور الحقيقه. وانت لعيب كوره كبير وكابتن عمرو لعيب كوره كبير، انت بتحس قبل المباراه التحضيرات اللي بتمر بيك والجو اللي مهيئ ليك، اكيد بيكون ليه دافع ويكون ليه عامل مهم جدا. الناس ما بتشوفوش اه، لكن انت كلاعب كوره بتحس بيه، وده اللي حس بيه لعيبه النادي الاهلي. سبورت كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، اللقاء مع الكابتن محمود الخطيب قبل السفر، كل مجلس الاداره متواجد، التصريحات زي ما بيقول احمد كده تصريحات قليله، تركيزك في المباراه بس، لان انت عارف ومتوقع الضغط الكبير اللي هيكون موجود. دي عوامل كتيره جدا غير العوامل الفنيه اللي ادت طبعا لحصولنا على البطوله. هي دي عوامل المكسب، اللي هو ان انا ما اظهرش خالص، تغيير الفندق ما حدش حس بيه، زي ما بلال بيقول ما فيش احاديث من الكابتن سيد ولا من اللعيبه، السفر قبلها بمده زمنيه معينه، واتمرنت في الملعب، وانت كنت قبلها اوتوماتيك موجود اما كنت بتلعب الرجاء في نفس الملعب، يعني شفت الاجواء دي شكلها طبعا. العدد اللي موجود من هنا المكسب، وهو كان اساس عندك انك مسافر كسبان. مش يمكن انا قلت لحضرتك كابتن هاني واحنا موجودين هنا، اعتبر المباراه مشهد واحد، مالناش دعوه بمباراه القاهره، اعتبر المباراه في محمد الخامس مباراه واحده. اداء بقى لعيبه، ماليش دعوه عدد الجماهير 60 70 الف، شماريخ مش شماريخ ما يخصنيش، انا في 11 راجل قصاد 11 راجل، اللي ملتزم واللي بينفذ شغل مدير فني. يمكن ناس كتير قوي الصحافه قالت ان فان دي بروك عمل تارجت مع النادي الاهلي، لا انا قلت لك الثعلب المكار اداله اربع خمس سيناريوهات طعم اشتغل بيهم لغايه ما وصل للمباراه لبر الامان وحصل على بطوله افريقيا. اداء اللعيبه، التزام اللعيبه، تغيير المراكز للعيبه اثناء المباراه، ان انا خدت اعلى نسبه مجهود وبدني من حمدي فتحي ومن ديانج ومن مروان ومن كهربا ومن حسين الشحات، التفاقه حوالين موقف حصل ما بين حسين وهو خارج على دكه البدلاء ما اداش للموضوع اكبر من حجمه، هو راجل حزين انه غير عشان ينزل يادي في المباراه الايجابيه، والراجل لعب بنفس التشكيل باستثناء الشناوي. صحيح. عمل مجموعه حاجات، مكسبه اقتناع الراجل واحترافيته بمعاملته مع اللعيبه وادائه واسلوكه مع اللعيبه، وصل ان هو هيئ اللعيبه نفسيا ان انا رايح اكسب، مش رايح اشوف حسب الظروف، انا رايح بمشوار جديد بفكر جديد للمكسب في المغرب، وهو اللي نفذه فعلا. وكانت كل حاجه بانيه باينه من مجلس اداره، من اللعيبه، من المدير الفني، من كل العوامل اللي فيها مكسب، كله ملتف حوالين المكسب يبقى في المغرب مش في القاهره. احمد انت شفت مكاسب ازاي؟ يعني انت كده قبل الماتش بتقول يا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونكسب البطوله علشان كذا، التوقيت دوت مهم جدا يكون عندنا البطوله دي موجوده في دولاب الجزيره. انت شايف التداعيات وايجابيات اللي ممكن تكون جايه من مكسبنا اللي طبعا الكاس رقم 11 وكمان وصلنا لكاس العالم للانديه. لا انا هبتدي معاك من مباراه الهلال وصن داونز. تمام، مباراة الهلال وصن داونز، المباراة اللي انتهت بالتعادل ما بين الهلال وصن داونز، الفرقة الكبيرة دايما لما بتحس ان الامور بتضيع منها ويجي لها وتيجي الفرصة انك تتشبث بيها بتتشبث بيها، ودي سمات الفرقة الكبيرة كلها. يعني مفيش فرقة كبيرة بيجي لها فرصة مرتين وتضيعها ولا ما تبقاش فرقة كبيرة. صحيح. يعني كل الفرقة الكبيرة بتعمل كده، لو جات لي فرصة ضاعت، لو جات لي التانية بستغلها افضل استغلال، فمفيش افضل من النادي الاهلي لاستغلال الفرص. تمام، فانت النهارده بعد المباراه وانت هتلاحظ الكلام ده كابتن يا كابتن هاني،
في المباراتين بعد كده، الاربع مباريات اللي بعد كده، الاهلي لم ينهزم خارج ملعبه ولا داخل ملعبه في مباراه الدور الثمانيه ولا في السيمي فاين. انت كسبان بره الرجاء وكسبان جوه ملعبك، المباراه الثانيه برضو كسبان واعتقد والهلال الهلال قطن الهلال والرجاء وال انا بتكلم على السيمي فاين اللي انت كسبت تقريبا كل مباراه او تعادل بالظبط. فده يدل ان انت تعاملت مع الموقف بشكل جيد جدا جدا جدا، حضرت بشكل كويس، يعني بتحاول تستغل الفرصه بشكل كويس. فالاهلي استغل الموضوع ده بشكل كويس جدا جدا جدا، لانك انت خلاص الفرصه جت مره ثانيه فاكيد انا هتشبث بيها. الاهلي في المباراه اللي هنا في القاهره يمكن سجل هدفين، وكانت المباراه ممكن تطلع بنتيجه 2-0، هم جالهم فرصه 2-3، لكن انت برده كان ممكن تسجل اكتر من هدفين. تعاملك مع المباراه هناك والراجل نفسه، يعني من خلال يعني تحليلي للمباريات اللي بيلعبها، هو راجل ذكي بيلعب بشكل كويس، هو عارف ازاي بيعرف ازاي يلعب مع الفرق اللي قدامه، بيعرف ازاي يغير في التشكيل. يعني انت كل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي باستثناء مباراه المباراه النهائيه بتاعه الوداد، هو بيعمل ايه؟ هو دايما مروان جوه الملعب ما بيغيروش. التغيير بيبقى عند ديانج تمام، اول تغيير بيبقى عند مثلا حمدي فتحي. المره دي لا، هو شايف ان اليو ديانج عنده قوه بدنيه وعنده سرعه وعنده طول، فيقدر يشتغل عليه في الحته كبدنيا وكاطوال في الكرات العاليه بعد لما النتيجه وصلت للاهلي مغلوب 1-0. مجدي قفشه ما كانش من اختيارات، مش دايما من الاختيارات بتاعه الاختيارات الاولى يعني الاولى بتكلم عن الاولى بالظبط. لكن في المباراه استدعت ان هو او هو فكر ان المباراه دي محتاجه لعيب بيلعب كوره على الارض، يقدر يوصلك بثرو باص، يقدر يوصلك بدبل باص، يقدر يمسك الكوره. اول مره هو وعبد القادر ينزلوا مع بعض. طبعا يعني طبعا كان في واحد وبعدين اللي بعدين طبعا مع بعض، خروج حسين ومروان وخروج مروان كمان. فالتغييرات كمان بتاعه مستر كولر، هو خلاص هو في الجيم، هو مش بره، هو ما فقدش التركيز. في مديرين فنيين لما يتغلب 1-0 بيبتدي يفقد التركيز، هغير مهاجم، طب هنزل مدافع، طب هغير وينج، طب مين اللي هيشتغل في الحته دي. لكن واضح ان الراجل مذاكر الماتش كويس قوي وعامل حسابه، وده بيخليك وانت قاعد بره تقول لا الراجل ده في الجيم ما خرجش. عارف انت بتقعد تنس مثلا لما تيجي الكوره وبعدين وبعدين يقوم عامل واحده اونر يقول لك انا ستيل موجود في الجيم، خلاص انا موجود. فالراجل بتغييراته بيقول لك لا انا قاري الجيم كويس، انا موجود في الجيم كويس، الاهلي مش هيتغلب النهارده. التغييرات اللي عملها، مسكت الكره بشكل كويس، نوعت اللعبه من على الاطراف، فابتديت توصل بشكل جيد، وابتديت تاخد فاولات على ال 18 من بره ال 18 يمين وشمال، ده اللي تسجل وكرانر، عشان كده الاهلي قدر يسجل. والاهلي كان قادر كمان يسجل بعد ما سجلنا هدف التعادل، جالنا فرصتين ثلاثه، واحده لعبد القادر او اثنين لعبد القادر واثنين لمحمد شريف، فكان ممكن تسجل ثلاث اهداف او هدفين بعد ما سجلت هدف التعادل. فلا، فمستر كولر الحقيقه المباراتين تعامل معهم بشكل جيد جدا جدا جدا، تغييراته كانت منطقيه جدا في توقيتها بشكل كويس. المجازفه بتبقى مطلوبه في بعض الاوقات، يعني انا النهارده لو ما جازفتش فيرود يلا هنزل فيرود وهلاعب بلاي ميكر مكان ميد فيلدر، هو كان ممكن هو كمان يبتدي يهاجم، لكن هو عشان قاري الوداد، عارف ان خلاص التوقيت اللي جاي ده بتاع النادي الاهلي، عشان كده هو عمل التغييرات دي. فانا الحقيقه يعني انا بحيي مستر كولر بشكل شخصي، لانه خد بالك كمان يا كابتن هاني، هو مع النادي الاهلي 10 من 10 في كل البطولات، يعني ان شاء الله ناخد الدوري العام، يبقى انت خدت اتنين سوبر وكاس. خلينا ناخد من عمرو كابتن احمد، ناخد الفتره بقى اللي جايه زي ما الكابتن احمد اتكلم، بطوله افريقيا كانت من بطوله مهمه جدا، اهم حاجه بالنسبه له، مهمه جدا جدا بالنسبه له، ويمكن بالنسبه للنادي الاهلي. لكن كمان متعودين، والكابتن محمود قال احنا خلاص قفلنا الملف دوت، عندنا بطوله افريقيا موجوده، والتحديات اللي جايه كمان تحديات كثيره. عندك الدوري ان شاء الله تحسم الدوري، عندك السوبر الافريقي، عندك كمان يعني تحديات كثيره. ازاي بقى نشتغل الفتره الجايه، او رؤيتك للنادي الاهلي في الفتره الجايه، سواء على مستوى الدوري الممتاز او على استعدادا طبعا للسوبر الافريقي في اغسطس اللي جاي ان شاء الله. بص يا كابتن هاني، يمكن الراجل بذكائه زي ما بلال كان بيحكي، ان احنا بنشيد بيه بصفه شخصيه، ان الراجل اما لقى نفسه هيتضغط على عدد بطولات اعتذر للبطوله العربيه، اعتذر لبطوله الرابطه، ما رضاش يبقى بيشتت ذهنه في حاجات هو مركز في الدوري العام، عرف ان الملف ده كان موجود قبل كده مع موسيماني، حصل ان هو بيحصل اخفاق، بكسب في افريقيا بس بيجي تعثر في الدوري العام. هو عارف يربط ان بعد كل مباراه اوصل للدوري العام وابقى اول متوج على راس المجموعه، رغم ان انا حاسم من بدري الدوري العام من بدري، دي كويسه جدا. ازاي احافظ على الروتيشن من كم اللعيبه، انت دلوقتي عندك 25 28 لعيب جاهزين يلعبوا في اي وقت. صحيح. انت دلوقتي الفتره اللي جايه
المنتخب محتاج لعيبه النادي الاهلي، هيبقى عارف ان هو بيربط وبيوصل، استشفت لعيبته، اطمئنان على لعيبته، هوصل بقى لبطوله جايه. ماتشات الدوري القادمه لغايه العيد 4-5 ماتشات، منهم دوري عام ومنهم كاس مصر، اوصل بوقت معين اعرف اخد من المباراه وافضل زي ما انا، ان المباراه المتبقيه ليا 4 مباريات ب 12 بونت يوصلوني في حته تانية خالص بفرق بيني وبين الثاني او الثالث بعدد مش اقل من 20 22 بونت. في نفس الوقت السوبر بطوله جديده للنادي الاهلي تضاف لمعرض بطولات النادي الاهلي اللي هتتلعب في اغسطس، اعتقد ان هي هتبقى في الدوله العربيه في السعوديه، اعتقد هتبقى في السعوديه بالضبط. هتبقى في حاجه تانية خالص، النادي الاهلي هيلاعب اتحاد العاصمه، هيبقى في شكل ان النادي الاهلي يحقق العلامه الكامله، دوري عام ان شاء الله، كاس مصر، افريقيا تم تحقيقها، السوبر اللي جاي، يبقى بتتوالى ان الراجل بيعمل لنفسه ريكورد، واللعيبه دي في نفس الوقت بتوصل ان الراجل عرف لعيبه النادي الاهلي وعرفهم هو مين، وهم عرفوا هو مين. عدد اللعيبه اللي موجوده 28 لاعب كلهم لعبوا بلا استثناء. مكاسب الراجل مش بطوله بس، مكاسب الراجل لعيبه، مكاسب الراجل الروح، مكاسب الراجل التفاهم والانسجام اللي النادي الاهلي واضح فيه في الفتره اللي جايه من عدد البطولات القادمه. انا بتطابق معاك تماما، واحنا الحقيقه عندنا مدير فني على اعلى مستوى، والفتره اللي جايه زي دايما ما بنتكلم زي عاده النادي الاهلي بكل جديه وبكل اصرار، عندنا بطولات كثيره جدا، وده يعني سمه النادي الاهلي. بعد ما بناخد البطوله بنقفل عليها، اللعيبه خدت راحه، راجعين ان شاء الله بعد بكره استعداد لمباراه حرس الحدود يوم الخميس استكمالا لمشوار الدوري وبعديه كاس السوبر وما يليه. خلينا استاذن ضيوفي ونستقبل دكتور احمد بيومي، لغه الاحصائيات والارقام، ونعمل كده حصاد كمان للنادي الاهلي على مستوى الارقام في البطوله الافريقيه، نتكلم كمان على ارقام المنتخب المصري الاول وصعوده لبطوله افريقيا القادمه من خلال رؤيه واحصائيه دايما بينورنا وبيشرفنا الدكتور احمد بيومي، نستقبله هنا معانا في المحترف ونرجع نتكلم مع ضيوفنا. ابو حميد مساء الخير. كابتن هاني مساء الخير عليك، منورنا ومشرفنا دايما ودايما مبدع، والنهارده يعني عندنا حاجات كتيره جدا ان شاء الله نلحق نخلصها، لانك محضر حاجات على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر. طيب على مستوى النادي الاهلي نبدا معاك، ومحضر لنا ايه النهارده؟ في البدايه طبعا مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، البطوله ال 11 بتوقيت النادي الاهلي طبعا يمكن انجاز رياضي تاريخي بكل ما تحمله كلمه انجاز من معنى، طبعا يمكن انا اقصد المعنى ده بكل تاكيد لسبب بسيط، فالنهارده الاهلي خلال البطوله دي بيحقق ارقام قياسيه، بيبتعد عن اقرب منافسيه لاكثر من الضعف. النهارده الاهلي خلال اخر 4 مواجهات نهائيه بيحقق 3 منها، دي يمكن البعض خلاص اتعود ان البطوله دي بيحصل عليها بيشوفها انها حاجه سهله، لا الموضوع مش سهل خالص، الموضوع صعب جدا، الموضوع وراه تنظيم وراه تمويل وراه جهد من اللاعبين ومجلس الاداره والمدرب والمديرين الفنيين، فالموضوع احنا بالنسبه لنا يمكن بنشوفه يمكن الى حد ما سهل عشان الاهلي عودنا ان بنحصل على البطوله، ولكن الموضوع اكتر من كده، فعشان كده كلمه انجاز رياضي هو طبعا انجاز رياضي بكل ما تحمله كلمه من معنى. يعني بص دايما الواحد وانا برجع بالذاكره كده للسنه اللي فاتت واللي قبليها، ولما النادي الاهلي يعني هيلعب في كاس العالم للانديه، قبل كاس العالم للانديه ما يبدا قلت نفسي النادي الاهلي يقابل ريال مدريد في كاس العالم للانديه، دلوقتي نفسي يقابل النادي الاهلي يقابل المان سيتي، فاكيد كل الطموحات وكل جماهير النادي الاهلي كمان، يعني احنا دايما بنبص لقدام ستيب فورورد، يعني دايما بنبص لطموحاتنا كبيره جدا، وحضر نفسك بقى لان هيكون بقى احصائيات كتير جدا من كتر القوه الضعف الاهلي ومان سيتي ان شاء الله في كاس العالم. طيب على مستوى الارقام مشوار النادي الاهلي دكتور احمد مر خلال الفتره اللي فاتت في هذه البطوله بمنحنيات وبعض المطبات، ولكن في النهايه يبقى البطل صاحب الشخصيه. انت شايف من خلال الارقام والاحصائيات ما يميز النادي الاهلي في البطوله الافريقيه او في حصوله على ال 11 او الاميره السمراء زي ما بيقولوا؟ يعني هو طبعا كان في صعوبات طبعا، ده شيء مفرغ منه، لان مش مطلوب مني ان انا خلال دوري ابطال افريقيا ان انا كل ماتش هكسب فيه 3-0 واطلع 4-0، لا طبيعي جدا ان انا بيقابلني صعوبات، بتعادل ماتش بخسر ماتش، فالموضوع ده طبيعي جدا ما فيهوش اي يعني ما فيهوش اي كومنت عليه، ولكن الحمد لله في النهايه الاهلي قدر يحسم البطوله، وزي ما بنقول ان البطوله دي ليها مذاق خاص نتيجه الصعوبات فعلا اللي قابلت النادي الاهلي. انت النهارده بتقابل نادي الوداد للمره الثانيه اللي خسرت منه خلال البطوله في العام الماضي،
بتقابل فريق الوداد على ارضه، دي برضو من ضمن الصعوبات، بتلعب امام الجماهير اللي كانت طبعا الجماهير المغربيه معروفه طبعا بالضغط الكبير قوي على الخصم، ده شيء طبيعي جدا. كل دي صعوبات. اتكلمنا برضو في الصعوبات المهمه جدا على النواحي الفنيه. النواحي الفنيه النهارده انت كنت بتلعب فريق ما دخلش على مرمى اي اهداف، بتتكلم على اقوى خط دفاع في البطوله. فالنهارده احنا بنقول ان النادي الاهلي يمكن اول نادي يحرز هدف على ارض الوداد، طبعا جه من ضربه ثابته، ولكن في الاخر النادي الاهلي اول فريق يعمل الكلام ده. فكل دي صعوبات واجهت النادي الاهلي على حتى على المستوى الفني، ولكن في النهايه برضو بنقول ان قدرنا الحمد لله اننا نحصل على البطوله. عشان كده عايزين ندي الجهاز الاداري والجهاز الفني حقهم في النقطه دي. لما بنتكلم النهارده على مارسيل كولر، النهارده بيثبت يوم عن الثاني ان هو جدير ان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي. النهارده في اقل من سنه بيحرز 4 بطولات. لو بصينا على البروفايل بتاعه وارقامه مع النادي الاهلي هنلاقي طبعا ان هو خلال السنه لعب معانا 47 مباراه، بنتكلم في 4 مباريات بس اللي اتهزم فيهم، منهم مباراتين في كاس العالم للانديه. فاحنا بنتكلم النهارده برضه دي ارقام كلها جيده جدا. بنتكلم حتى على النواحي الهجوميه، بنتكلم احرز 88 هدف دخل ده معدل هايل طبعا. يعني بنتكلم هجوميا حتى ودفاعيا، احنا بنتكلم في اخر 13 مباراه ما دخلش في الاهلي ولا هدف غير الهدف الاخير في مباراه الوداد. فكل دي طبعا ارقام، واحرز طبعا 4 بطولات. كل دي ارقام عشان لازم نشيد بالمجهود اللي بيعمله مارسيل كولر. اكيد نفس الكلام برضو بالنسبه لمارسيل كولر، لازم نشيد برضو بدور اللاعبين. النهارده احنا بنتكلم على المجهود الكبير اللي بذله اللاعبين. لو جينا بصينا على اكثر اللاعبين مقارنه بجميع اللاعبين في دوري ابطال افريقيا، عندنا هداف البطوله موجود من عندك من النادي الاهلي محمود كهربا. ده مهم جدا كمان، يعني في بعض الاحيان بيبقى البطل مجرد وصل وارقام لاعبيه بعيده تماما عن التقييم، وصل بشكل مباشر وكسب البطوله، لكن كمان هداف البطوله، صانع اهداف البطوله، المساهمه، كل دوت من جوه النادي الاهلي، ده بيديك انطباع ان احنا اوريدي جوه هذه البطوله بامكانيات عاليه جدا وبجداره، واللقب يعني اكيد كان النادي الاهلي. بتفق مع حضرتك في النقطه دي، مهمه جدا. نعم؟ النادي الوداد فعلا وصل للنهائي ما احرزش غير 10 اهداف. طب تعالى انا وانت نبص هداف البطوله، طبعا محمود كهربا بست اهداف. عندنا برضو صانع اهداف البطوله علي معلول طبعا 7 اهداف. نفس الكلام اكتر اللعيب مساهمه لاهداف البطوله بيرسي تاو، احرز 5 اهداف وصنع 5 بمجموع 10 اهداف. تمام. بنتكلم اكتر لاعب صنع فرص في البطوله كلها، عندنا برضو من داخل النادي الاهلي علي معلول 22 فرصه. نفس الكلام برضو عندنا اكتر اللاعبين تمريرات في البطوله، عندنا علي معلول، محمد عبد المنعم. النقطه الاخيره طبعا دي نقطه مهمه جدا، اكتر شباك نظيفه طبعا عندنا محمد الشناوي 7 مباريات شباك نظيفه. وطبعا الشباك النظيفه دي برضو بيكون بيتضاف اليها الخط الدفاع بالكامل طبعا، ما بيشيلهاش طبعا محمد الشناوي لوحده. ده الشكل الدفاعي بتاع الفريق كله. الحقيقه طبعا انك شباك نظيفه، اكيد عندك حارس مرمى قوي جدا. وعندنا حراس مرمى الحقيقه كمان يعني للمستقبل موجودين، مصطفى شوبير وحمزه علاء، عندنا الحمد لله يعني حراس مرمى على اعلى مستوى، والاحصائيات دي بتدل ان فعلا كمان الاهلي الافضل على مستوى البطوله اجماليا في مشوار البطوله اكيد بدون شك. يعني انا يمكن قصدت ان انا اوضح النقطه دي لسبب، بس انا حابب ان احنا نتكلم على الانجاز اللي حصل ونبرز البطوله ليه، لان احنا طبعا احنا عارفين ان قدر النادي الاهلي ان هو النهارده بيحرز البطوله، بعديها بيومين بيبتدي يقفل الملف تماما ويبص على البطوله اللي بعديها. ولكن برضه في نفس الوقت انا حابب ان اللعيبه تحس بانجازهم، لازم النهارده نذكر الكلام ده، لازم نذكر دورهم جوه الملعب، لازم النهارده نحسسهم بالاحتفاليه بالبطوله دي علشان الموضوع عايز اقول لحضرتك ان في انديه الى يومنا هذا من ساعه نشاتها ما جابتش بطوله واحده. فالنهارده انت لما تجيب 11 بطوله دوري ابطال افريقيا، لا ده رقم كبير جدا، لازم اللعيبه تحس ان هم فعلا قدروا ان هم يحققوا الانجاز ده، قدروا ان هم يبسطوا جماهيرهم، قدروا ان هم يخلونا نثق فيهم اكتر من كده. ده اكيد، وده يعني بنتكلم عن النادي الاهلي اكبر نادي على مستوى افريقيا، ما شاء الله كل لعيبته على مستوى عالي جدا من الاحترافيه. ونتكلم على المنتخب المصري، المنتخب المصري وصعوده او تاهله رسميا لنهائيات امم افريقيا العام القادم ان شاء الله في يناير. وشفت روي فيتوريا ازاي، او مشوار روي فيتوريا مع المنتخب شفته ازاي، و هنتكلم انا وانت كمان في الرؤيه الفنيه او رؤيه المستقبليه لمنتخب مصر خلال الايام اللي جايه، كمان رؤيتك للمنتخب الاولمبي، وان شاء الله نصعد لاولمبياد لندن، اولمبياد باريس 2024. خلينا نبدا بالمنتخب، شفت حتى انت على المستوى الفني مباراتنا امام غينيا ازاي؟ بالنسبه طبعا للمدير الفني روي فيتوريا، هو في اللي هو القبول المبدئي، بمعنى ان هو النهارده خلال اول 6 مباريات محقق جميع المباريات فوز. فاذا هو عنده القدره على زياده الثقه ما بينه وما بين الجمهور المصري، ما بينه وما بين اللعيبه، بحيث النهارده الفوز بيجيب فوز. كل دوت بيساعد على ان المدير الفني يبني
اكتر من كده بالنسبه للمباريات الاختبار الحقيقي بقى اللي هو المفروض التاهل ان شاء الله للامم الافريقيه. في ناس بتشوف الجدول دوت يقول لك على المستوى ما شاء الله على المستوى الهجومي وباين انه بيلعب بشكل هجومي، بيبقى في مقارنه ساعات يقول لك طب كيروش مثلا على مستوى كيروش كان عدد الاهداف اقل شويه، وبتفرق شخصيه المدير الفني في الانطباع بالنسبه للعيبه. يعني الناس كانت بتقول ان كيروش هو المناسب لامكانيات منتخب مصر ولعيبه منتخب مصر، هل انت شايف امكانيات روي فيتوريا تتناسب مع المنتخب المصري، ستايل اللعب بتاعه يكون هجومي بشكل كبير وعندنا قدره ان احنا نكسب، او يعني المعادله دي هتبقى ناجحه بالنسبه لنا لامم افريقيا؟ سؤال مهم جدا، لان كمان بتكلم لعب 6 مباريات ما اتغلبش ولا مباراه، كسب كل الماتشات، ولكن الناس بتقول لك كمان مين الفرق اللي احنا لعبناها؟ اعتقد منتخب بلجيكا كان المنتخب الابرز وفوزنا عليه 2-1، لكن بتلعب على ملاوي وبتلعب يمكن فرق من المستوى الثاني على المستوى الثاني. هو طبعا اسلوب لعبه هو طبعا مختلف تماما عن كيروش، مختلف تماما عن كوبر مثلا، هو طبعا بيلعب 4-3-3 كره هجوميه من الدرجه الاولى، بيلعب ب 4-3-3 كلاسيكيه ما بينها ما بين التحولات ما بين السويتشات اللي بتحصل ما بين الاثنين في قلب الملعب ما بين الاجنحه، فهو هي كورته هجومية. طبعا ده لو جينا بصينا على المعدل العام لشكل ال6 مباريات عشان نقدر نشوف هل فعلا هي كرة هجومية ولا لا، هنلاقي ان معدل استحواذه تقريبا بيصل لحد تقريبا 56%، ده معدل استحواذ عالي. برضه هنربطه بالتمريرات، هو معدل تمريراته عالي، يعني النهارده بيلعب 4-3-3 عنده القدره على البيلد اب بشكل كبير، بيعمل الاستحواذ، بيلعب على الاستحواذ. معدل اهدافه طبعا هو جايب 16 هدف بمعدل 2 اكتر من هدفين في المباراه الواحده، طبعا معدل كبير طبعا. يبقى اذا بنتكلم على اسلوب هجومي، هو ما بيلعبش على الهجمات المرتده زي قبل ما كان بيحصل قبل كده مع المنتخب المصري. بنتكلم برضو على معدل العرضيات 11 عرضيه، ده معدل جيد مش منخفض ولا مرتفع ولكن معدل جيد، وده ترجمه برضو للاسلوب الهجومي. لو جينا برضو بصينا على صوره طريقه اللعب اللي لعب بيها خلال مباراه غانيا، هنلاقي زي ما بقول لحضرتك بيلعب ب 4-3-3 حتى بعد ما غير كلاسيك 4-3-3 الكلاسيك كلاسيكيه يعني. ولكن انا عندي تحفظ يمكن على بعض التمركزات لزيزو مثلا او بعض اللعيبه، طبعا دي خلال الشوط الاول الفورميشن بتاع الشوط الاول 4-3-3 بشكل كلاسيك، عندك راس المثلث مروان عطيه وعلى يمينه زيزو وعلى شماله محمود حماده، وطبعا الثلاثي المهاجم كان صلاح وتريزيجيه طبعا بعد نزوله مكان عمر مرموش ومصطفى محمد كراس حربة. بالظبط. لو جينا بصينا الصوره اللي بعديها هي اللي تهمني، بعيدا عن الفورميشن او المين فورميشن، نشوف بقى طريقه تمركزهم جوه الملعب، هنلاقي متوسط تمركزهم جوه الملعب، هنلاقي طبعا كان عمر مرموش طبعا هو ما لحقش يلعب عشان يظهر التمركز بتاعه، ولكن هنلاقي برضو ان هو مايل لنص الملعب، ما عندوش الميول الهجوميه، على العكس هنلاقي رقم 7 طبعا تريزيجيه لما نزل هنلاقي ان هو دايما مايل للناحيه الهجوميه، فهو طبعا كان تغييره اكثر من رائعه، طبعا احرز هدف وعمل اسيست. فالنقطه برضو اللي تهمني في متوسط تمركزهم هي نقطه تمركز زيزو. انا اعتقد طبعا انا من وجهه نظري ان انا شايف ان تمركز زيزو هو طبعا مش عاوز يخسر محمد صلاح ومش عاوز يخسر زيزو، ولكن انا شايف ان هو تمركزه خلال نص الملعب بيضعف من قدراته بشكل كبير. يعني انت شايف توظيف زيزو في المركز دوت بتقلل من قدراته الهجوميه وحتى على المستوى الدفاعي، يعني في معدل او في شكل ان هو عايز يكسب الاثنين، يكسب زيزو ويكسب صلاح في نفس الوقت، فده بيأثر على اداء زيزو اللي اعتقد كانت مباراه بالنسبه له يعني متوسطه الاداء على المستوى الهجومي والدفاعي. بالظبط. النقطه المهمه في تمركزه فعلا زي ما حضرتك ذكرت النقطه الدفاعيه، النهارده انا بلعب 4-3-3 لازم على الاقل في ال 4-3-3 يكون عنده القدرات الدفاعيه بجانب القدرات الهجوميه، لكن النهارده زيزو ما عندوش القدرات الدفاعيه دي، عشان انا النهارده العب 4-3-3 والعب بيه برقم 8 او بمركز 8، فالموضوع صعب جدا. 8 بوكس تو بوكس لازم يرجع لغايه يعني لغايه ال 18 بتاعه زي ما عندك القدرات الهجوميه. صحيح. لازم يكون عندك قدرات دفاعيه. فلو بصينا ممكن نشوف صوره زيزو برضو داخل المباراه مصر وغانيا، هلا دي موجود دايما في قلب الملعب. طبعا يفضل ان هو يبتدي يتطرف، لان طبعا اي محلل النهارده في مصر عارف ان زيزو خطورته بيكون من على الاطراف، ويبتدي ان هو من الطرف يبتدي يعمل يتدخل لجوه الملعب ويبتدي يشوط، هي دي خطورته اي حد عارف ان زيزو. لكن لو هيبدا المباراه ويبدا يفضل دايما جوه في قلب الملعب، ده بيقلل كتير من خطورته. نفس الكلام في الصوره اللي بعديها في موقف تاني برضه، هنا زيزو يمكن راجع اكتر ما يكون لمركز 6 كمان. صحيح. هنا النهارده انت مش هتستفيد بقدراته، فده يمكن بيقلل من النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه في نفس الوقت. حتى كمان زيزو من الناس اللي بتحب تستلم في مساحه واسعه شويه، المساحات الضيقه شويه ممكن تعطله، وبالتالي انت شايف من خلال رؤيتك الفنيه ان زيزو ما كانش مناسب في هذا المركز في خلال المباراه اللي فاتت امام المنتخب الغيني. بالظبط. طب خلينا نتكلم على مستوى
على مستوى المباراة أو بطولة أفريقيا اللي جاية. أنت شايف هل 4-3-3 هي الأنسب للمنتخب ولا نرجع 4-2-3-1 برضو من رؤيتك فنية وتحليلك؟ لأن احنا كنا بنلعب في أوقات كثيرة 4-2-3-1 ولكن كروش غير الموضوع. شايف روي بيتوريا في بطولة أفريقيا إزاي؟ علشان هنقابل مستويات أخرى، يعني مستويات عندنا السنغال والمغرب والجزائر وتونس وصلوا، وعندنا منتخبات كبيرة سهل عاج الكاميرون، فكل دوت لازم نستعد ليه بشكل مختلف. يعني زي ما حضرتك تفضلت، هي نقطة الفرق ما بين 4-2-3-1 و 4-3-3 صنع اللعب. النهارده احنا عندك مشكله بالظبط رقم 10، النهارده عندنا مشكله في مصر في مركزين، صانع اللعب وراس الحربه. فالنهارده هو 4-3-3 يعني ميزتها ان انت تقدر تلعب ب 2 10 بالظبط. فانا اعتقد ان 4-3-3 هتكون اكثر مناسبه للاجواء اللي موجوده وبالنسبه لامكانيات اللعيبه، وفي الاخر دي رؤيه فنيه لفيتوريا بحيث ان هو عنده قدره على قرايه اللعيبه، عنده قدره على ان هو يقدر يوظف اللعيبه في اماكنها. فانا من وجهه نظري شايف ان 4-3-3 اللي هتبقى اكثر مناسبه للنقطه دي، بحيث النهارده المعدودين قوي مركز 10 في مصر، لو لعيب النهارده ما كانش في الفورمه او كان حصل له اي اصابه هتضطر زي ما كان بيحصل كده مع الاهلي، مجرد ما كان قفشه بيحصل اي اصابه بتضطر ان انت تلعب 4-3-3 دفاعيه بالكامل على كلهم على لاين واحد. فانا اعتقد ان 4-3-3 هتكون اكثر مناسبه، بحيث ان هو بس هي النقطه اللي مستوقفاني حته زيزو النهارده ما يلعبش في قلب الملعب. عشان انت من رايك ان زيزو هو يعني البديل الافضل لمحمد صلاح؟ يعني بالظبط هو يعني البديل، ولكن مش في نص الملعب، مش رقم 8. بالظبط. طب اخر سؤال قبل ما ننهي معاك يا احمد، رؤيتك كمان لمتوسط الاعمار لمنتخب مصر، هو استدعى ست لاعبين في المعسكر اللي فات، يعني بيكمل بيهم المعسكر، وواضح ان ليه رؤيه مستقبليه للموضوع ان هو بيقلل الاعمار السنيه، شايف ده ازاي وشايف اهميته ايه للكره المصريه خلال الفتره الجايه؟ ده مهم جدا، بحيث ان انت النهارده بتدي ثقه للناشئين، اللي بتدي ثقه ان هم يكون عندهم عندك الخط او البديل، عندك البديل في اي لحظه يدخل. بس عايزين نشوف الكلام ده على ارض الواقع، يعني عايزين صحيح. نشوف ان المره الجايه عندنا مثلا مباراه وديه مع السودان، نشوف حد منهم يبتدي ينزل بحيث ان احنا تدي له ثقه، مش مجرد انت بتضمه للمنتخب، مش مجرد انت بتدي له تدريبات مع المنتخب معايشه زي ما بنقول، ولكن عايزين نشوف ده على ارض الواقع. هو مش هيخسر حاجه، اظن ان هو لو بدا يدي ادوار في المباراه الوديه هو ادى كمان راحه لبعض اللعيبه، يعني راسهم محمد صلاح. بعض اللعيبه محمد عبد المنعم والشناوي بعض، فممكن جدا نشوف عناصر من المنتخب بالزبط. الاولمبي موجوده في مباريات الوديه للمنتخب الاول، استعدادا طبعا لضمهم في الفتره اللي جايه، ويظل برضو الاختبار الحقيقي ليه بطوله الامم الافريقيه. بالظبط. دكتور احمد بنشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتنا وشرفتنا ودايما متالق. بس دايما كابتن طبعا بتواجد مع حضرتك طبعا. حبيبي شكرا ليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا مع نجومنا الكبار الكابتن عمرو الحديدي وكابتن احمد بلال. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونرجع لضيوفنا الكبار الكابتن عمرو الحديدي والكابتن احمد بلال عشان نتكلم في ملفين، ملف الاولاني ملف المنتخب ورؤيتنا او رؤيتهم الفنيه للفتره اللي جايه، ونتكلم كمان على النادي الاهلي والخطوات وملف الدوري وملف كمان كاس السوبر ان شاء الله في شهر 8. نبدا معاك كابتن عمرو بمنتخبنا وتاهله رسميا لامم افريقيا ان شاء الله السنة الجاية في يناير، شفت مباراة غينيا ازاي؟ تأهلنا ازاي؟ وشايف شكل منتخب مصر في بطولة قوية جدا، بطولة افريقيا القادمة بطولة قوية جدا، شايف حظوظنا ايه في هذه البطولة؟ بص يا كابتن، أول حاجة روي فيتوريا مكسبه مكسب النادي الأهلي اللي كان ما بين المباراتين 3 أيام. وجود اللعيبة اللي كانت موجودة عنده، النشوة والفرحة، هم ما لحقوش يرجعوا، قعدوا مستنيين في المغرب وراحوا على المباراة. حظوظنا وشكلنا والاداء، احنا ما شفناش اداء لمنتخب مصر ايجابي وشفنا فيه كره شكلها كويس غير في مباراه بلجيكا بس. يعني اي مباراه تانية انت كنت بتقول انا عايز التعادل من غني، بس الشكل العام للاداء والتقييم 5/10. هل بقى اما توصل الاداء هيختلف؟ ما هي نفس اللعيبه. هل هتوصل انك انت تبقى ايجابي وعندك شراسه وتهديف من اسماء معينه؟ هتلاقي لعيب او لاعبين هم اللي بينزلوا بيغيروا شكل المباراه، اذا كان اداء صلاح او المجتهد الشاطر هو تريزيجيه اللي بينزل يعمل للمباراه شكل وبيعمل للاداء الايجابي على المرمى بتاع اي فرقه موجوده. الباقيين كلهم هتلاقي العدد المحدود اللي موجود هم 7 أو 8 لعيبه. خلينا ناقشك في النقطه ديت كمان، برضو في ظروف مر بيها المنتخب، يعني انت بتتكلم على تجميعة لاعبين، عندك النادي الأهلي لعيبة طبعا عاملة مجهود كبير على مستوى الذهني والبدني في مباراة كبيرة، مباراة كانت نهائي أفريقيا، عندك
بعض اللاعبين في الدوري كان عندهم راحات، فجايين من راحات، عندك لعيبه محترفه في الانديه المنتخبات الثانيه، نهايه الموسم من حوالي اسبوعين، وبالتالي بتتكلم على عناصر كلها ممكن تكون عائق شويه ان يلعبوا الريتم السريع ويكون في جديه في الاداء. الجزء الثاني المعنوي، انك في اعتقادي الفرقتين كانوا واصلين ايا كان النتيجه، ما يعني ما كانش في مشكله في عمليه ان في تحصيل حاصل للفرقتين، وبالتالي كل الظروف ديت ممكن تكون ادت لظهور المنتخب بالشكل ده. ممكن يا كابتن هاني، بس احنا بنقول احنا عايزين منتخب يظهر بالمستوى اللي احنا تعودناه قبل كده ب 2006 طبيعي. 2008 2010، هل ده موجود؟ طول ما ارتفاع مستوى اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري هتلاقي لعيبه النادي الاهلي بس، ولعيب في كل فرقه موجود في اي نادي اخر موجود بيرتفع مستواه. هل الاداء والتجميع الجماعي هيبقى بالمستوى اللي احنا منتظرينه؟ هو ده اللي احنا هنشوفه. هل المنتخب الاولمبي هيتاخد منه مجموعه من اللعيبه على المنتخب الكبير عشان نقوم هم مسافرين بطوله امم؟ احنا مش عارفين الشكل العام شكله عامل ازاي غير الظاهر بس، اللعيبه والاسماء اللي احنا عارفينها بالعدد وبالاسماء بالظبط. طب هاخد من كلامك كابتن احمد، بيبقى في فرق في البطولات المجمعه، بيكون في تركيز، في شويه لمه، في اجواء مختلفه عن المباريات التصفيات المؤهله. هل شايف ان الموضوع ده بيفرق مع المنتخب؟ الجزء الثاني المهم جدا كمان، ان كلنا عارفين ان مستوى النادي الاهلي ولاعيبته بيأثر بشكل ايجابي او سلبي على منتخب مصر، وعندنا طبعا ذكريات كثيره مع مانويل جوزيه والجيل الرائع للنادي الاهلي ولعبته كان قد ايه ليها ادوار كبيره جدا جدا مع الكابتن حسن شحاته. هل بيتكرر نفس السيناريو؟ عندنا جيل مميز، بطولات كثيره جدا، مستعدين للمعترك الافريقي السنه اللي جايه، ولا انت شايف الامور هتبقى صعبه في بطوله كبيره زي بطوله افريقيا القادمه يعني؟ طبعا يا كابتن، مما لا شك فيه ان بطوله افريقيا بطوله صعبه، بطوله صعبه جدا، وتحدي، والمدير الفني عنده تحدي كبير جدا. خد بالك ماسك المنتخب والفرقه واصله للمباراه النهائيه الفاينل السنه اللي فاتت، وكنا خلاص يعني قاب قوسين او ادنى من الصعود لكاس العالم يعني، لولا يعني المباراه الاخيره يعني لم نوفق فيها مع السنغال. فالنهارده هو عنده تحدي كبير، يعني مش مقبول منه انك انت مثلا تلعب دور 16 وتخرج، او حتى توصل للسيمي فاينال وتتغلب. انت بتدور على بطوله، بقى على البلاننج. انت بتتكلم في نقطه محوريه، انك يعني انت بتتكلم على هو الراجل جاي حاطط خطه مستقبليه لمده 4 سنين هيشتغل عليهم. مش معنى كده ان انا هروح اتغلب او اخرج من دور الاولاني، لكن طبيعي جدا ان وارد جدا منتخب مصر ان شاء الله وارد جدا ياخد البطوله، لكن وارد كمان انه يخرج من ادوار تمهيديه او من الدور مثلا الاربعه او الدور قبل النهائي. انا 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 يعني هخليني معاك يا كابتن معلش، عشان النقطه دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي انا شخصيا. قد يجوز رايي فيها غلط وقد يجوز رايي فيها صح، بس انا بقول لك قناعاتي الشخصيه. انا بالنسبه للمنتخب الاول، انا ما فيش حاجه اسمها بالنسبه لي انا بحط بلان 4 سنين منتخب اول، لان انا اصلا مش في ايديا اللعيبه نفسها طبيعي. انا اللعيبه دي لعيبه يعني، مدير الفني للمنتخب ده مرحلي، فتره زمنيه. تمام، يعني ايه فتره زمنيه؟ النهارده مثلا انت عندك 10 محترفين مثلا، فانت بتشتغل عليهم. النهارده عندي 2 محترفين بشتغل. انت ما بتربيش لعيبه، انت ما بتسوقش، ما بتشتغلش، ما بتعدش لعيبه، انت بتاخد لعيب جاهز بالنسبه لك. يعني انا باخد لعيب بدنيا المفترض يكون جاهز، فنيا المفترض يكون جاهز، انا باخد لعيب احط خطه للماتش تمام عشان اكسب بيه. لازم اكون عارف بالظبط امكانيات اللعيبه بالزبط. على المستوى وقدرات. البدني على المستوى الفني عشان انما احط البلان بتاعي صح. انما النهارده تقول لي انا عامل بلان لمدته طويل الامد تمام لمدته 4 سنين، يعني القناعات دي يعني انا نفسي مش مقتنع بيها الحقيقه. بس خالص. بص أنا يعني مش ضده على فكره، بس انا مش مقتنع بالكلام. هل هسال حضرتك سؤال، هي ايه المشكله ان في مدير فني للمنتخب لو مدير فني جيد جدا وعنده امكانيات كويسه انه يستمر لمده 10 12 سنه؟ وشفنا ده يعني المانيا فيه مدرب بيقعد 16 سنه بعدين مدرب بيقعد 12 سنه. ما بينهم بقى اخفاقات ونجاحات، ولكن في خطه. ما بينهم نجاحات وبعدين اخفاقات وبعدين ترجع تنجح تاني. حلو. انما حلو. مش ما بينهم اخفاقات وبعد كده ترجع. الواحد ما بيقولكش ان هو هيبقى فيه اخفاقات دايما، لكن انا بتكلم ايه؟ انت لو عندنا قناعه واتحاد الكوره عنده قناعه بروي فيتوريا بامكانياته الفنيه، يبقى ما يحاسبوش بالقطعه، يعني ما يجيش في بطوله افريقيا عمل مباراه او خرجنا مع السلامه ونجيب واحد تاني. طب انا عنده قناعه. هسال حضرتك سؤال، احنا لو خرجنا من الدور الاول من بطوله افريقيا هتعمل ايه؟
ايه المشكله؟ لا انا بسالك سؤال يعني هنمشي الناس ما ده مش المدير الفني. اه اول حاجه هتتاخد من المدير الفني. ده صح يا عم؟ لا طبعا, هو بلال بيقول هو بلال بيتكلم. استنى بس, انت اوروبا نفسها بتمشي المديرين, اصبحت بيمشي المدير الفني دلوقتي مع اول اخفاء. بس على منتخبات لا برضه يا احمد, المنتخبات يعني ما منتخب ايطاليا ما وصلش كاس عالم مرتين. تخيل مرتين, المره الاخيره امام مقدونيا بيتخرج ايطاليا, مشوا المدير الفني, ما مشوش, عنده قناعات انه لا عنده امكانيات وعنده قناعات انه دوت يكمل. فدي النقطة اللي شوية عندنا مشكلة فيها في مصر, أو عندنا الضغوطات على مستوى السوشيال ميديا, على مستوى الجماهير. اتحاد الكرة ما بيقدرش بشكل كبير يبقى عنده, خلي بالك على فكرة أجيري مثلا, أجيري خرجنا من هنا في كأس الأمم الأفريقية هنا في مصر, خلي بالك كان تفكير اتحاد الكرة إن احنا نكمل, ولكن ضغوط الجماهير وبعض القرارات يعني اللي كان لازم تتاخد إن الناس دي عشان الجماهير تهدى شوية كل ده يمشي. الكلام ده مش مطلوب في الكوره قوي يعني, لازم يكون عندك رؤيه. الثقافه ده تبقى الثقافه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي هتبقى موجوده في مصر؟ ما لازم تكون موجوده. احنا مثلا دلوقتي مثلا نتكلم زي فرنسا, هي فرنسا لما خسر من الارجنتين يبقى لازم امشي تشام؟ مستحيل. الراجل واصل فاينل. ده واصل فاينل بالظبط كده. يبقى احنا بنتكلمك على وصل لابعد حاجه. الموضوع مختلف. بتكلم على فقط حتى على مستوى المانيا, ما هو عندك يعني لوب, ما هو خرج من الدور الاول في كاس العالم في النسخه اللي كان قبليها المانيا بطله العالم. هل يعني هو هل مشوه؟ لا, كمل لفتره وبعدين جه مدير فني اخر. فعلى مستوى المنتخب الاول انا في رايي لازم يكون في استراتيجي واضحه, انك لو عندك مدير فني مقتنع بامكانياته وعنده بلاننج للفتره الجايه ليه لا, او حتى لو في اخفاق في وانت ماشي مفيش مشكله يعني. طب انا هسالك سؤال يا كابتن معلش, عشان موضوع البلان بتاعه المدير الفني الاجنبي, انت النهارده المدير الفني بتاع مثلا فرنسا او المانيا او البرازيل ممكن يبقى عنده سوء اختيارات في بعض اللعيبه او سوء توفيق في بعض اللعيبه, تمام, كاصابات او كبعد عن الملاعب. وارد جدا طبعا. تمام, فهو بيبقى عامل يعني انا النهارده مثلا حاطط مثلا انا ميسي هيلعب النهارده اتصاب ما تعور, او امبابي مثلا هيلعب مش موجود, فايا كان اللعيب. لكن انت اللعيبه هي بقى لها اربع خمس سنين, هي اللعيبه المحترفه بتاعتك من اربع خمس سنين هم نفس اللعيبه. تمام, مفيش اي تغييرات عشان احط بلان اقول والله انا بعد 10 سنين هيبقى عندي 30 40 لعيب محترف بالقعده. انا اقعد النهارده مع اتحاد الكوره اقول ايه البلان بتاعتنا, ان يكون في 40 50 لعيب محترف, فبالتالي المدير الفني اللي موجود معايا ده بعد 3 4 سنين هيلاقي عنده 20 لعيب محترف فيبقى عنده القاعده. طب ارد عليك, لكن ارد عليك في النقطه دي. اتفضل. ارد عليك في النقطه دي. انت لما بتحط بلان لازم تعمل حسابك على جزئين. الجزء الاولاني انك بتشتغل على اللعيبه الموجوده في الدوري المصري وبتشتغل على اللعيبه المحترفه. مظبوط. الجزء الاولاني اللعيبه في الدوري المصري لازم تشتغل على المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي ده عنده عناصر جيده لازم تبقى موجوده الفتره اللي جايه ونبدا نتابعها بشكل كويس عشان ده عنصر اساسي. طب المحترفين لو انت مش قادر تطلع عدد من المحترفين من الدوري المصري يلعبوا في اوروبا, فانت عندك ملف فتحناه هنا في قناه النادي الاهلي, عندك ملف المصريين اللي بيلعبوا اصلا مولودين محترفين في اوروبا على مستوى الاكاديميات على مستوى الشباب. فما تقوليش الامور صعبه لان السنغال عمل كده والمغرب عمل كده والجزائر عمل كده والسنغال عمل كده, فالموضوع مش صعب انك تعمل الملف ده خلال سنه يكون عندك على الاقل 6 7 كمان لعيبه محترفه بيلعبوا في اوروبا متوسط اعمارهم صغير لازم يكونوا موجودين. يا راجل ده منتخب المغرب ضامم 12 لعيب جديد لسه اسماء كلها جديده موجوده في اوروبا, كلها اسماء مش معروفه حتى للجماهير المغربيه. فالبلان لازم يتحط بالشكل ده عشان انت بتتكلم على منتخب كبير. صح. وبالتالي ان شاء الله. صح. مش مقتنع. هو بلال يا كابتن مقتنع بكلام حضرتك لو ده اللي هيتعمل, بس هو مش هيتعمل. يا كابتن انت تعمل نفس الحاجه مرتين مستني نتيجه عكسيه؟ بالظبط كده. انا بعمل نفس الحاجه كل مره, كل مره بنعمل نفس الحاجه يا كابتن هاني, وانت بتنتظر نتيجه عكسيه. يعني انا النهارده مثلا مشيت في الطريق ده اتكعبلت وانت ماشي فيه تاني مستني ان انا يعدي بسلام, اكيد هتكعب تاني طبيعي يعني. ما هو ده هو النقطه ده بيتكلم عليها على ان هو ما فيش اصلا بلاننج او عمليه الثقافه اللي احنا بنتكلم عليها, ثقافه الاتحاد المصري ان هو طالما الامور ماشيه في البلان والخطه وفي جزء وقع مننا لا احنا مكملين. هي دي جزء اللي بيتكلم عليها. هو طبعا يا كابتن احنا لما بناخد مثلا موقف زي ده هنقول اللي حصل مع وليد الاجراجي اما خد ماشي. المجموعه دي اما جه يضم انت لسه حضرتك بتقول 12 لاعب لسه ما شفناهمش. بالظبط. يعني بقى على العدد القديم مع 32 لعيب. حلو قوي. جميل. احنا فكرنا انت اما لغيت 2003 ولغيت مسابقه 2001 انت ما عندكش منتخب قريب
للمنتخب الاولمبي ولا للمنتخب الكبير. عدد الموجودين من المنتخب الاولمبي انت ما صعدتش حد، ما صعدتش حد للدرجه الاولى، وفي نفس الوقت من من الاصغر ما صعدش المنتخب الاولمبي حد. ما ده اللي بتكلم عليه بقى. المفروض المفروض اللي يتعمل والله الفتره اللي جايه يا جماعه مشروع في سته من لعيبه المنتخب الاولمبي موجودين، دي جزء. الفتره اللي جايه خلال 7-8 شهور الجايين، خلينا نتكلم من نتكلم السنه اللي جايه كلها، احنا عندنا ملف اللعيبه المحترفه اللي بره على الاقل 5-6 لازم يكونوا موجودين ونشوفهم ونتابعهم خلال المنتخبات او منتخب اول. الناس شغاله كده يعني، الناس شغاله يعني بره كده. شغال انت شغال كده يا كابتن؟ لا انا ما انا بقول لك انت كان هاني بيقول لك نشتغل كده. ايه المانع ان احنا نشتغل كده؟ ما المغرب اشتغل كده. انت عملت البلان بتاعتك صح؟ صح مظبوط؟ تمام. انت 2003 عملت ايه السنه دي؟ اللي المفترض النهارده عنده 20 سنه. لا ما دي ما صعدتش بطوله افريقيا، ما جابتش جول هنا كده. اه طبعا 2003 الاول، 2003 اللي هي قريب قريب للمنتخب الاول الاولمبي. انت ما جبتش جول في ملعبك هنا، بطوله بتتلعب على ملعبك، ما جبتش فيها جول، ما صعدتش فيها للدور الثاني. تمام. 2006 عملت ايه؟ ما صعدتش بطوله افريقيا اساسا. حلو. فين فين يا كابتن الاستراتيجي اللي انت بتشتغل عليها علشان توصل لان انت تقول يا جماعه انا بعد 10 سنين منتخب مصر ده هيلعب بطوله هي 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 هيلعب في كاس العالم. مش هيروح صدفه لكاس، احنا بنروح صدفه لكاس العالم. انا معاك. لكن احنا ما عندناش يعني، انت وانت قاعد حاطط رجل على رجل بتقول النهارده السنه الجايه خلاص بقى المغرب يا جماعه المره الجايه لو مشوا بنفس الاستراتيجي دي لا خلاص ده ممكن يلعبوا فاينل. هو خلاص اوريدي يعني، خلي بالك المغرب ممكن جدا خلاص الناس تبدا تتكلم عليها انها مرشحه تكون في ربع النهائي او نص النهائي، اوريدي وصلت نص النهائي. هو اللي انت بتتكلم عليه احمد، اللي انت بتتكلم عليه صح. ما انت لازم يعني، انا ما بقولش بلان المنتخب الاول، اي بلان على اي مستوى على اي حاجه لازم تبدا من الحته اللي تحت عشان تكمل فوق. صح مظبوط. فانت بتتكلم على بلان كامل سواء على منتخبات الشباب ناشئين منتخب اولمبي ويستكمل المنتخب الاول. طب لو انت عندك ديفو في الحته بتاعت منتخب الاولمبي، ما تشوف ملف الناس اللي بره اللي عندها 16 و17 سنه بيلعبوا بره. صح. وتعوض الحته ديت كشغل، تبدا فيها شغل مع اصلاحات بقى على مستوى قطاع الناشئين، على اصلاحات على مستوى مسابقات القطاع نفسها تبقى بتتغير، او لازم يكون عندك مثلا على الاقل 3-4 لعيبه بيلعبوا مع الفريق الاول. في حاجات بتحصل للاسف احنا لسه حاجه للكابتن هاني لسه بعيد عنها. وحضرتك موجود في المنتخب كنت بتقول انتوا بتعلموا كبار طريقه لعب، اذا كان من الصغر ما تنشأش على ده، ما علمش ده من الصغر، ما تعلمش ده. شوف انت حضرتك بتتكلم في مشروع متكامل اللي من البرع لغايه متفاوت المنتخبات بعلمه عشان لما يطلع للدرجه الاولى يبقى جاهز. واللعيبه المحترفه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتجي لي من بره بيقولوا لي ان اللعيبه دي محترفه، طب ما اجمعهم كلهم ويبقوا موجودين هنا. يا كابتن عمرو يا كابتن احمد، حتى اللعيبه دي يعني هداف الشامبيون ليج على مستوى الشباب جه هنا لعب تقسيمه وماتش قال لك يا عم ده مش كويس، يعني لك ان تتخيل يعني بيلعب دلوقتي في الدوري الليني، عندك لعيبه بتلعب في مونشن جلادباخ على مستوى الشباب. يعني بلال مظهر. بلال مظهر انا بتكلم عليه كان هداف دوري الابطال ودوري الابطال. دوري الابطال بالظبط. اللي تحت 19 سنه. فملف الحقيقه مهم جدا، بس عندنا فاصل سريع نطلع للفاصل ونرجع نتكلم بقى، اتكلمنا على المنتخب نروح بقى لنادينا النادي الاهلي العظيم، ايه اللي يحصل للفترات اللي جايه على مستوى البطولات المنتظر النادي الاهلي وان شاء الله يكون متوج بيها، نتكلم مع ضيوفنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، يلا بينا كابتن عمرو كابتن احمد نتكلم بقى على الدوري المصري شويه، اتكلمنا على المنتخب ان شاء الله كل التوفيق الفتره اللي جايه. خلينا نتكلم، عايز اخد رايك لغايه دلوقتي انت شايف الدوري المصري ازاي؟ ايه الفرق اللي انت شايف من خلال رؤيتك مميزه هذا الموسم؟ الصراع يعني الصراع اللي طبعا الهروب من الهبوط لدوري المحترفين صراع قوي جدا، والادوار الاولى يعني نتكلم على الفرق اللي ان شاء الله هتشارك في دوري الابطال والكونفدراليه. بص يا كابتن، بعيد عن النادي الاهلي هتلاقي التملي فيوتشر بيراميدز الاتحاد السكندري من ضمن المستفيدين السنه دي، ان من الاول حاطين تارجت معين في وجود بس تراجع شويه في المراكز، تراجع شويه مع وجود المدير الفني هو الصربي. البنك الاهلي مشي كويس لما جاله بابا فاصيليو بعد ما ساب غزل المحله. في شويه حاجات كده جوه الصندوق، فاركو كميته لايقه مع الكابتن طارق العشري. المصري البورسعيدي بعد الكابتن حسام حسن الكابتن الدكتور ميمي عبد الرازق، هتلاقي المنطقه الدافئه هو اللي لم من اللبناط لم عشان يريح نفسه، والاربعه الاوائل هم معروفين اهلي بيراميدز فيوتشر زمالك معروفين. القاع بقى هي دي يا كابتن اللي تلاقيهم بقى 7-8 فرق وليس 3 فرق بس. اللي من ال20 هنقول بره الحرس،
بره الحرس هتلاقي الداخليه واسوان وطلع الجيش وغزل المحله والاسماعيلي. الفرق الجدول قدامنا اهو برضو. بص يا احمد كده ونشوف يعني بتتكلم من المركز 11 بنك الاهلي 34 نقطه، المركز ال 16 اول الهابطين 32 نقطه، بتتكلم في مباراه في نقطتين، فعندك تقريبا عندك 1 2 3 اكتر من 8 9 فرق. 3 بونت يخليك في حته ثانيه بالظبط، 3 بونت يعني ماتش مكسب يخليك في حته ثانيه، مع وجود الفرق الثانيه بتلعب بعضها النتيجه بتبقى ايجابيه ليك. يعني هتلاقي كل فرق مقسمه لنفسها الفتره اللي جايه، عندي 5 ماتشات هاخد منهم كام بونت، كله بيحسبها ورقه وقلم، انا عايز من الخمس ماتشات 12 عشان ابقى مطمن، في عايز 10، في واحد يقول لك لا انا لو ما حققتش على عدد الماتشات اللي جاي له والفرقه الجامده اللي هلعبها يبقى انا هلعب بشكلين، اكسب والفرقه الثانيه تلعب لصالحي. هو ده اللي الفتره الجايه هتلاقي الصراع ما بين الثمان تسع فرق اللي من تحت هم اللي فيهم صعوبه الفتره اللي جايه، اما اللي فوق فيوتشر علي ماهر ماسك في الموضوع بايديه وسنه مش هيسيبه عشان هو رايح افريقيا، نفس الكلام لبيرز انا عايز اروح واسيبني من الكونفدراليه اللي انا ما كانش ليا نصيب فيها مره واثنين وثلاثه، اذا كانت فيوتشر ولا بيراميدز. طيب احمد هاخدك في نقطه ثانيه خالص، وقيمه اللاعبين بالنسبه للموجودين في انديه الدوري المصري وعلاقه جدول الترتيب بالقيمه التسويقيه للانديه انديه الدوري. فالحقيقه فريق الاعداد عاملنا بشكل اكتر من رائع، يعني عاملين ترتيب الجدول وترتيب الدوري المصري من حيث القيمه التسويقيه، هتلاقي تقريبا مقارنه بترتيب الجدول دلوقتي تقريبا هو يعني النادي الاهلي ان شاء الله هيكون كده كده اول، عندك الاربعه الاوائل، عندك الاهلي والزمالك بيراميدز فيوتشر دول القيمه التسويقيه الاكثر في الدوري المصري، عندك البنك الاهلي كليوباترا المصري الاتحاد ده اللي يليهم، يعني دول الثمانيه الاوائل، ويليه سموحه المقاولين انبي فاركو طلائع الجيش اسماعيلي غزل المحله اسوان. الشكل تقريبا بيدل وتقريبا كوبي بيست من ترتيب الدوري المصري زي ما بقول. وطبعا الداخليه وحرس الحدود دول كمان الاثنين اللي في اخر الدوري هم كمان في من حيث القيمه التسويقيه. كابتن احمد ده يدل على الايه؟ يعني يدل فعلا ان احنا بنتكلم ان الفلوس بقت مهمه جدا جدا انك تعمل نادي كويس، ولكن كواليتي اللعيبه، يعني ممكن يكون عندك دخل محدود لكن اختياراتك للعيبه تكون بشكل افضل، والقيمه التسويقيه ممكن تزيد من خلال الدوري نفسه. شايف الجدولين دول ازاي ورؤيتك للقيمه التسويقيه للانديه المصريه؟ بص هو الجداول منطقيه جدا، يعني منطقيه جدا من حيث القيمه التسويقيه بتاعتك. خد بالك انت بعد اعتقد يعني الفتره اللي جايه القيمه التسويقيه للاهلي هتزيد اكتر من كده، اكيد، لان انت قلت نقطه مهمه جدا يا كابتن. يعني قلت مين اللي بيصنع القيمه التسويقيه؟ هل اللعيب نفسه؟ انا قيمتي التسويقيه مثلا لو انا احمد بلال اتباعت ب 5 مليون مثلا، كابتن او كابتن عمرو اتباع ب 5 مليون، فرحت المصري اشتريت 5 مليون دولار زي ما رحت الاهلي ب 5 مليون دولار، هل تفرق؟ لا تفرق طبعا، طبعا كتير تفرق. النهارده ان النادي الاهلي لو فكر بعد بطوله افريقيا وبعد المستوى اللي ظهر بيه اللعيبه، هو الاهلي افريقيا على مستوى افريقيا كمان قمه التسويقيه. طبعا ما انا بقول لك انت خد بالك بعد البطوله تمام، انت اتفرج على العروض اللي ممكن تصل للعيبه تمام، فانت العروض اللي موجوده دي هتلاقي ب 5 مليون و8 مليون و7 مليون و6 مليون، فهتلاقي ارقام كبيره جدا مختلفه كمان عن القيم التسويقيه اللي اتعملت في على الجدول ده. فانت النهارده ممكن عبد المنعم يجي له عقد فتلاقي بتتكلم في 6 7 مليون يورو مثلا، طبعا فبتتكلم مثلا في حمدي فتحي 4 5 مليون، يعني هتتكلم في ارقام يعني محترم. اليو ديانج مثلا ممكن يجي له ارقام كبير، يعني بتتكلم في ارقام مختلفه. طبعا بيرستاو بعد الظهور القوي جدا في بطوله افريقيا، فهتلاقي ان لا انت يعني انت انتقالك لفرقه زي الاهلي بتلعب على بطولات كبيره جدا. دي اللي عايز اقف عنها، انتقالك لنادي هو اللي بيفرق معاك طبعا القيمه التسويقيه طبعا. وخلي بالك طب اديك مثال، الترانسفير ماركت بتفرق. انا رايح ريال مدريد ولا رايح ريال يعني الاسماء والانديه الكبيره اللي بتصنع البطولات هي اللي بتعلي قيمتي. هديك مثال بسيط جدا احنا عشناه في الوقت الحالي، يعني مش عشان حاجه بس هو مثال حقيقي. قول رمضان صبحي لما جه مصر كان القيمه التسويقيه بتاعته 4 مليون تقريبا، 4 4 ونص او 5 مليون يورو، صح كده؟ كان الفكره كلها هيروح الاهلي ولا هيروح بيراميدز؟ هل النهارده قيمه التسويقيه بتاعت رمضان صبحي 5 مليون يورو؟ يعني ما يقارب من 200 مليون جنيه؟ اقل؟ لا لا طيب اكيد لا. انت مثلا عبد المنعم
مثلا لما كان معروجه هو بتاعك يعني لعيب كان معروجه لو بتشتريه النهارده لو كنت هتشتري كنت هتشتري بكام؟ 500,000 600,000 700,000 مليون قبل ما يجي النادي الاهلي طبعا قبل ما يجي النادي الاهلي طبعا النهارده عبد المنعم فين؟ مظبوط انت بتتكلم النهارده عشان يتباع مثلا في اوروبا او دوله من الدول اللي بتشتري في السعوديه او هتلاقي القيمه بتاعتك 7 مليون 8 مليون 6 مليون في الافريج ده. فعشان كده بقول لك بتفرق كتير جدا الحركه الانتقالات بتفرق الترانسفير يعني انت رايح فين؟ رايح في اي حته؟ راح في الاهلي ولا راح في الزمالك؟ راح بيراميدز؟ راح فرقه تحت؟ يعني بتدور على الفلوس في الوقت الحالي ولا بتدور على الفلوس في وقت تاني؟ طب بتفرق الفاليو كمان النادي بيعمل لك فاليو كبير طبعا يعني النهارده ما انت بتخش جوه منظومه طبعا وبالتالي انت بتعلي قيمتك حتى على جميع يعني لو خد حتى النادي كشركه او كمؤسسه في اسماء كبيره يعني اروح اقعد في ابل ولا اروح في نادي صح في صح في شركه صح تانيه صح طبعا انا الفاليو بتاعي نفسه وانا بتكلم انا شغال مثلا في ابل ده مش اعلان لكن عارفين غير لما تفرق انك شغال في اي شركه تانيه وبالتالي هي بتقاس كده والممكن جدا الايجنت المحترمين بتقاس بالشكل دوت بشكل مباشر شكل تسويقي من ناحيه الماده اشتريت اليو ديانج بكام؟ حوالي 900,000 دولار او 900,000 يورو مش كده صح؟ النهارده تيجي تبيعه بكام النهارده؟ لا وقبل البطوله حاجه وبعد البطوله حاجه انا بكلمك طيب بمناسبه اليو ديانج والمحترفين برضو في الدوري المصري خلينا برضو فريق الاعداد محضر لنا كمان عدد اللعيبه المحترفه في الدوري المصري وعايز اشوف من خلال رؤيتكم الفنيه هل ده مؤثر بشكل ايجابي على الدوري المصري هل المحترفين الموجودين الكواليتي مناسب يعني طبعا دي اولا قائمه الجنسيات الاجنبيه الموجوده في الدوري المصري اعلى جنسيه موجوده وطبعا اللعيبه من نيجيريا ب 27 لعيب من تونس 15 كوت ديفوار 5 من غانا 5 من المغرب 5 من بوركينا فاسو 4 الجزائر 4 غينيا 3 لاعبين على مستوى تنزانيا في 2 لعيبه بنين 2 لعيبه جنوب افريقيا 2 مالي 2 انجولا 2 فلسطين 2 الكاميرون 2 ومن السودان لاعب وحيد ولسه من صربيا لعيب اثيوبيا البرازيل توجو ليبيا وموريتانيا دول الجنسيات وخلينا نتكلم لما بتبص على الجنسيات لا جنسيات كثيره جدا جدا بتتكلم اكتر من تقريبا 25 26 جنسيه وبالتالي تنوع في الجنسيات بما المفروض ينعكس ايجابيا على الدوري المصري انك عندك لعيبه من جنسيات مختلفة وبالتالي عندك كواليتي المفروض يكون يعلي قيمة الدوري المصري هل ده موجود يا كابتن عمرو هل عدد اللعيبة ديت عندنا من لعيبة من الجزائر والمغرب وتونس ومالي ونيجيريا هنقول بالذات يا كابتن تونس تمام 15 لاعب منهم 3 محترفين علي معلول والمسلوسي وسيف الجزيري وفي 2 ما تمش استدعائهم طبعا دوليين مع وجود كمان كريستو ان هو بيتصعد المنتخب الاولمبي هتلاقي لاعب واحد بس اللي انت بعته هو علي معلول من 15 لاعب نيجيريا 27 لاعب اثروا في الدوري المصري لا 11 دوله فيهم 11 لاعب بدايه من السودان لغايه موريتانيا وليبيا ما فيش حاجه اثرت في الدوري المصري غير لعيب او 2 اللي لفتوا الانظار يعني هنقول مثلا في الاتحاد مابولولو هو هداف الدوري 14 هدف ايوه ما هو حتى اللي بيظهر واحد فلتة يعني واحد موسم يعني ما هو لسه يعني ما فيش استمراريه بالظبط ما فيش استمراريه بعد كده هتلاقي كل اللي موجودين من الهدافين ما بين زيزو ما بين محمد شريف واسماء كتيره موجوده وحمدي زكي اسماء كتيره على مدار دوري العام اللي بيجي يفرق مع اللعيب المصري اللعيب المحترف اللي جاي لازم يبقى في مسافه كبيره قوي ان احنا نحس بيه في الدوري ده انت عارف ليه يا كابتن اهو معظم اللعيبه ان هنا انت بتجيبها من الازهر وبتيجي مثلا جايه بعثه جايه البحوث جايين البحوث مثلا مع السمسار يعني عمليات يعني خلينا نتكلم كابتن انا بشتري لعيب اختيار اللعيب هقول لك بس غير الاختيار كمان قول انا بشتري لعيب ب 50,000 دولار حلو جاي بقى من اي حته واحد لقاه وجابه لك ده لك واحد اتصل بتقول لك عندي لعيب كويس فبتجيبه ب 50,000 دولار بتدي اللعيب 20 30 40 ايا كان الرقم بتجربه طلع حلو بيستمر بتبوس ايدك وش وظهر طلع وحش بترجعه تاني ما خسرتش في حاجه يعني خسرت 50,000 دولار في لعيب فانت النهارده عندك لما يكون عندك مثلا 50 60 لعيب بالشكل ده كل سنه في الدوري العام خد بالك انت كل سنه عندك نفس كميه اللعيبه يمكن اكتر كمان بص احمد كابتن عمرو احنا بنناقش ده عشان نوصل لحاجه تعلي فاليو الدوري المصري مصر. احنا عايزين نعلي القيمه التسويقيه للدوري المصري بيكون عندك لعيبه محترفه هل ان ده ممكن جدا نعمل زي مثلا البريمير ليج يقول لك
كل اللي يجي اي لعيب يجي يبقى لعيب على الاقل لعيب دولي يعني نمره واحد اتليست ولاعب عام يا عم مش 75% لاعب 25% من يا كابتن مع يا منتخب بلد يبقى على الاقل بيلعب في مثلا في هم دوري سوري اللي هي المنتخبات اللي بيلعبوا مش المحترفين التانيين دول اللي هم الداخلي المحليين يبقى على الاقل بيلعب في منتخب بلده المحلي على الاقل مثلاً. يعني ما مش هنطالب ان هو بيلعب في منتخب الاول لان انت مش هتعرف تجيب في الدوري المصري برضو حد بيلعب في منتخب بلده لانه هو الاولويه بتاعته هتبقى اوروبا يعني ده او الحاجه الثانيه الخليج عشان الارقام اللي اللعيبه بتاخدها انما على الاقل يبقى بيلعب في منتخب المحليين يعني بقى اجيب لعيب دولي بيلعب منتخب او لعيب لعب منتخب شباب او لعيب لعب منتخب اولمبي انما ما اجيبش لعيب جاي يعمل يعني جاي زياره في مصر لاهله فقالوا له انزل اعمل اختبارات من نوعيه قالوا دي من نوعيه علي معلول ومن نوعيه بس ايه تاني انا بس عايز اطلب منك طلب يا كابتن معلش فهنا في البرنامج بتاعك انت اطلب من الاعداد فريق محترم جدا قول له انا عايز اخر 10 سنين كم اللعيبه اللي دخلت مصر محترفه كم اللعيبه اللي دخلت تروح اكتر من 100 لاعب طب نشوف بقى الاكثر استخداما كمان عمرو خليك معانا في الانديه الاكثر استخداما او يعني ليه اللعيبه دي موجوده المقاولين العرب 36.3 يليه المصري بيراميدز الاتحاد السكندري الداخليه فاركو الاهلي فيوتشر ده ترتيب اكثر الانديه استخداما للاعبين المحترفين الاجانب في الدوري المصري سموحه غزل المحله اسوان البنك الاهلي الزمالك الاسماعيلي حرس الحدود وامبي خلينا نحط احنا عندنا دقيقه ويعني هننهي حلقتنا سريعا كده تقول ايه الفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي ومشواره الفتره الجايه ان شاء الله والبطولات المنتظره للنادي الاهلي يا كابتن هو الفتره اللي جايه دي طبعا هيبقى التركيز كله من كولر على ماتشات الخمس ماتشات المتبقيين دوري عام وكاس مصر وبعد كده الفكره ان هو الراجل بيشتغل ملف ملف بعد كده يفكر في السوبر اللي هيبقى في اغسطس طب هاخد من كلامك هل وارد ان شاء الله بعد حسم الدوري ان شاء الله يكون في اولويه او في تفكير ان احنا نبص للولاد الصغيرين اللي ممكن جدا نستخدمهم السنه اللي جايه يكون في مثلا قطاع كبير من الولاد من قطاع الناشئين خمس ست لاعبين يشاركوا في الدوري المصري من المباريات المتبقيه اكيد عملت كده السنه اللي فاتت يا كابتن لما السنه اللي فاتت اخذت قرار ان اللعيبه تريح لعبت باللعيبه الناشئين واديت فرص لبعض اللعيبه اللي منهم موجود معاك واللي منهم برضو مشي لان انت دي حاجه مرتبطه برضو بالعمليه التسويقيه طبعا ما ينفعش يكون عندي لعيب ما اقدرش اسوقه طبعا. فاعتقد ان الاهلي لو حسم الدوري مبكرا اللعيبه اللي ممكن على المستويين اذا كان مدير فني عايز يشوفها ما قدرش يشوفها اثناء الموسم واللعيبه الثانيه اللي انت عايز تسوقها لان انت في الاخر برضو انت ايكوال ماني في الاخر طبعا. ايكوال فلوس انت برضو كنادي مش عايز تهدر القيم بتاعه اللعيبه فاللعيبه اللي انت عايز تسوقهم اكيد هتديهم برضو اللعيبه اللي انت عايز تشوفهم كمدير فني هتستخدمهم الموسم اللي جاي او يبقوا موجودين معاك في الليسته بتاعتك اكيد برضو هتديهم فرص في الماتشات بعد حسم الدوري احنا ادونا الحمد لله خمس دقائق كمان عايزين نكمل الجزئيه المهم جدا احنا دايما يعني في قناه النادي الاهلي دايما بنتكلم للصالح العام الفاليو اللي نعلي بيه الدوري خلاص عندنا دوري محترفين الموسم اللي جاي عايزين نستفيد بيه بشكل مناسب وبشكل استثماري وبشكل فني عندنا دلوقتي كان بدل ما كانوا ثلاث مجاميع في ثلاث اذا كان بحري والقاهره والصعيد عندنا دلوقتي مجموعه واحده 16 فريق بيمثلوا دوري المحترفين ازاي من وجهه نظرك كابتن عمرو نستفيد منهم فنيا واستثماريا اول حاجه كابتن هاني من بعد اللي صعدوا زي زد وبلديه المحله والجونه هتلاقي من الثاني للرابع اربع فرق في ثلاث مجاميع ب 12 12 فريق مظبوط وهينزل ثلاث فرق من الدوري الممتاز يبقوا 15 وهتاخد من السادس ثلاث فرق هيلعبوا زي المنيا وزي الاتصالات دوره ثلاثيه بروكسي هتاخد منهم واحد عشان يبقوا 16 فريق دي مجموعات الصعيد اللي صعد الجونه وعندك من الثاني لافينا وبترول اسيوط والنصر ومصر المقاصه دول صعدوا خلاص او دول هيمثلوا في المجموعه ديت في دوري المحترفين والمنيا طبعا هتخش ملحق مع في دوره ثلاثيه بيصعد منهم واحد كل الباقي اللي حضراتكم شايفين ده خلاص ده هبط للدوري الدرجه الثانيه خلاص وللاسف في بعض الانديه الكبيره يعني في موجود الترسانه في المجموعه الثانيه في المنصوره وبالتالي الامور بقت صعبه جدا جدا ده طبعا نادي مصر ده اللي هو نادي زد ده صعد للدوري الممتاز من الثاني عندك السكه ووادي دجله والقناه وبتروجيت دول متواجدين في الدوري المحترفين
والاتصالات هتكون موجوده في الدوره الثلاثيه اللي هي اتصالات وبروكسي والمنيا، وده طبعا من التاسع لل 16 كل ده موجود في الدرجه الثانيه السنه اللي جايه. بلديه المحله صعدت وصلت للدوري الممتاز بدايه من طنطا وديكيرنس وابو قير الاسمده وجمهوريه شبين، دول موجودين في دوري المحترفين. بروكسي هيخش مع الدوره الثلاثيه، وعندك بقى شوف الهابط، عندك كفر الشيخ، عندك المنصوره، دول هيلعبوا خلاص يا جماعه في الدرجه الثانيه او يعتبر الدرجه الثالثه يعني. الاولمبي، الحمام، مع المجد، الاتحاد نابارو، الحقيقه في المنصوره والاولمبي انديه شعبيه كبيره جدا وانديه كبيره بتبعد اكتر يا كابتن احمد، بتبعد اكتر. وبنتكلم ان المنصوره في يوم من الايام كانت نادي المنصوره طبعا نجوم في افريقيا، نادي يعني كسبوا كاس مصر، عندك الاولمبي كذلك كان وصيف، المنصوره كان وصيف كاس مصر، الاولمبي من الانديه الكبيره. نحل المشكله دي ازاي؟ سريعا فكر معايا، وهيبقى ان شاء الله كمان اسبوع هنتكلم فيه، ان لازم الانديه الشعبيه دي في انديه استثماريه عندها فلوس وقدرت قدرت تصعد ومكمله، طب الانديه ديت هنعمل فيها ايه؟ كابتن، في يعني حاجتين مهمين جدا جدا حتى في اقتصاد اي دوله في العالم، يعني لو ما عندكش فلوس يبقى عندك القيمه البشريه بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها. انا النهارده ممكن ما اكونش عندي فلوس، تمام، انا كنادي يعني مثلا شعبي السويس، المنصوره، ايا كان الفريق، لكن يبقى عندي عين كويسه، يبقى موارد بشريه، يعني عندك موارد بشريه طبعا، يبقى عندي عين كويسه، عندي مدرب كويس، عندي واحد بيحط لي بلان استراتيجي للنادي بشكل كويس، اقدر ابني. يعني ممكن ابتدي يا جماعه، ممكن مش لازم ابتدي من واحد عنده 20 سنه، ممكن ابتدي من واحد من ولد عنده 14 15 سنه، ما هو اربع سنين ويبقى مؤهل ان هو يلعب درجه اولى. احنا للاسف الشديد دلوقتي بنبص لايه؟ انا عايز اصعد دلوقتي حالا، مش مهم، ما انت بتصعد وتنزل تاني، مفيش ما عندكش، ما بتكملش. فانت لازم يبقى عند كل نادي الانديه الشعبيه تحديدا لازم يبقى عنده حد عين كويسه بتقدر تشوف اللعيبه، ومدرب كويس، وراجل مدير يعني أيوة رياضي. بس محتاجه فلوس برضه يا كابتن احمد، محتاجين فلوس يعني. ما انت علشان تعمل يبقى كان عندك داتا وعندك استراتيجي وعايز تنفذ، لازم تكون عندك فلوس. خد بالك الفلوس مهمه، ف ما هو انت الموارد البشريه مهمه جدا، انت مش بتتكلم في كمان الفلوس اهم، ما بتتكلمش في انت لعيبه، انا بكلمك في ثلاث اربع فرق، تمام، ثلاث اربع فرق. انت هل انت ما تقدرش تشتغل بثلاث اربع فرق تجيب مثلا 60 70 لعيب كويس تقدر انت النهارده يبقى دول هم كمان اللي بيجيبوا لك الفلوس، العائد المادي، تمام، بلان تشتغل طويل قوي طويل المدى. انا بتكلم ازاي احنا نساعد يا كابتن عمرو الانديه ديت. في على فكره نماذج كتيره جدا، يعني في نماذج تقول لك ايه هو ليه مثلا ما يكونش مثلا زد او ما يكونش اكس من الانديه الاستثماريه انها تاخد هذه الانديه الشعبيه ويكون الاستثمار فيها، بتكسب جزئين، بتكسب قاعده شعبيه كبيره جدا اللي هي يعني مفتقدها من خلال وجودها كاسم لهذا المستثمر، وفي نفس الوقت بتساعد الانديه ديت بشكل او باخر ويكون عمليه استثماريه، يعني عندك قاعده جماهيريه وممكن تكسب فلوس كويسه، وممكن كمان تكون القوه التنافسيه بتاعتك اقوى من خلال وجود جماهير، عندك استاد ممكن تجدده انت كمستثمر. نادي المنصوره بيتعمل استاد كبير، استاد مهيأ، عندك الجماهير موجوده، في فكره كده يعني استثمار ما بين استثمار عقاري للمكان، مش عقاري، هو استثمار رياضي كله، هو كله شامل. بس يا كابتن، هل مثلا واحنا بنبص على الاسماء دي نصدق ان الدخان الايسترن كمباني كان لسه الدوري الممتاز اللي فات، دلوقتي انت بتتكلم في درجه ثالثه الانتاج الحربي؟ دي بقى اللي بيتكلم عليها بلان. الموارد بقى البشريه مع دوت ان هو يجيب المدير الفني المناسب اللي فاهم في الكوره كويس قوي، ما يكونش المدير الرياضي للمكان المناسب، ما يكونش الاداره هي اللي بتتحكم للجميع للشركه. يعني ما ينفعش ان يكون السبورت دايركتور مثلا بتاع ام بي او بتاع اي شركه متواجده غزل المحل، يكون موظف مثلا في الشركه، لازم يكون واحد عنده فكره، رئيس النادي، رئيس النادي لازم يكون عنده فكره، يجيب ابن خالته مدير كوره، ما دي مشكله. ما انا بقول لك اهو، يعني ما دي لازم تتحل الاول. ما انا رئيس نادي، تمام، اجيب ابن خالتي مدير والله مدير كوره، لا مش عشان ينظم، يقول لي اخبار، يقول لك اخبار، يجيب لك صوره، ينقل لك، يقول لي الدنيا ايه اخبارها، فيقول لي تمام زي الفل يا ريس، تمام، فيقول طب الحمد لله لانه مستتب. فيعني احنا يعني احنا مش ضد طبعا الانديه الاستثماريه، ده شيء مهم جدا واضافه للكوره، لكن كمان الانديه الشعبيه لازم يكون ليها، يعني لازم يكون ليها سكه. وفي اعتقادي النقطه اللي بتكلم عليها على فكره السعوديه عملت كده، يعني في مستثمر، يعني السعوديه عملت كده، خدت ثلاث اربع انديه تحت صندوق الاستثمار السعودي،
وبتدعم الفرق ديت بشكل كبير جدا جدا على وليها قاعده جماهيريه كبيره، وبالتالي بتساعد اولا احنا بنتكلم انك بتساعد كمان الكره في مصر، انت ما بتساعدش النادي بعينه. صح. كل ده بينعكس على ايه؟ ينعكس ان هيكون عندك دوري قوي جدا، لعيبه مستواها بيعلى، مدربين اجانب هيجوا لك كتير، لعيبه اجانب لعيبه اجانب مستواها افضل من اللي عندك هيجوا لك، هيبقى اتراكتيف، هيبقى عندك دوري جاذب. انت عارف يا كابتن كمان للمواهب. انت عندك الدوري للمحترفين ده ممكن انت اكيد هتعمل بث للطبيعه بتاع الماتشات يعني، فانت ممكن البث ده انت تجيب سبونسر يشتغل عليه. جميل. وتوزع قيم البث بنفس القيم يعني على كل الناس، يعني على فكره المفروض ده يحصل برضو فوق في الفرق في الدوري الدرجه الاولى، يعني يستثنى الفرق مثلا زي الاهلي والزمالك اللي بتاخد او اللي خدت البطولات، لان دول في اي حته في العالم ليهم تميز، وبعد كده وبعد كده الكل بيتساوي عشان تقدر كمان الفرق يا جماعه تصرف، لان الفرق هتجيب فلوس منين؟ احنا هنا للاسف انا بقول للاسف العقليه الاستثماريه في كره القدم مش موجوده بشكل كبير، يا اما واحد عنده فلوس فعمل نادي تمام، يا اما نادي مثلا هو زي الاهلي بيحاول ان هو يستثمر بشكل كبير جدا جدا جدا، ومن خلال البطولات اللي بياخدها هو بيجي له العوائد من السبونسر والرعاه تمام، والماتشات والبث والبطولات وما الى ذلك تمام، او الانديه الثانيه بتقع في النص اللي هي الانديه اللي ما بتعرفش تعمل الاثنين، لا عنده حد بيستثمر زي ما انت بتقول كده، ان ما فيش مثلا واحد عنده فلوس فبيروح يستثمر في طنطا تمام، او واحد مثلا بيروح مثلا من طنطا على فكره شرقيه، طب الشرقيه بالظبط يعني في 30 مليون نسمه هناك، فانت لو عملت استاد محترم واشتغلت خلي بالك استادات موجوده، انت لسه مش موجود هتبني يعني انت مش هتبني موجود. انت هتجدد هتطور بس هتطور ارضيه غرف ملابس حاجات كلها يعني في طبعا طبعا وتشتغل على الحته دي بشكل كويس بالزبط. والبث الفضائي يتوزع على الناس بشكل كويس، فتقدر الانديه تصرف تمام، وكمان المستثمر ما يحسش ان هو دايما بيخسر، بس يعني في عوائد دخل ده دور دوله ودور اتحاد، ولا العمليه ما تقدرش تحكمها لان ده احتراف، يعني ما تقدرش تجبر حد انه يعمل كده، هل دي ممكن خطه تحطها الدوله وزاره الشباب والرياضه، هل دي خطه ممكن يحطها اتحاد الكوره للارتقاء بالكوره المصريه وخاصه للانديه الشعبيه؟ سمعت ان كان في رابطه اسمها رابطه الانديه الشعبيه من المصري والاسماعيلي والاتحاد طب الحاجات دي كلها ازاي نطلع منها زي ما بيقولوا نطلع منها قماش يفيد الانديه الشعبيه يعني. هنا انت لسه بتقول دلوقتي اهو المستثمرين اللي كانوا موجودين، انت مجموعه الفرق او مجموعه الانديه اللي بنتكلم عليها اللي الممتاز به اللي هيبقى دوري المحترفين زي ما بلال بيقول، ايه العائد عليهم؟ ان كم الدعايه والسبونسر اللي هيبقى موجود يتوزع عليهم ال 16 فريق زي الدرجه الاولى بالظبط، الدرجه الاولى 18 هم 16، هيبقى في شكل، هيبقى في توازن، هيبقى في ربط ما بين كل واخد قد بعضه، تقدر تشوف تطوير، بس مش تطوير لمرحله سنه وبعد كده ابعد. لا انا معاك، وخلي بالك في كمان نقطه ان ممكن جدا يبقى في جايزه كبيره للي هيوصل للدوري الممتاز، يعني صح. الصاعد من دوري المحترفين يتحط له مثلا 30 40 مليون جنيه، هات سبونسر يشتغل من ضمن السبونسر، والله اللي هيصعد للدوري الممتاز السنه الجايه ليه 50 مليون صح. جنيه هتبقى في ميزانيته، هيبقى في شغل، وال 50 مليون دي هتساعده ليه انه يبقى بدل ما يقعد سنه في الدوري الممتاز، لا ممكن يقعد سنه واثنين وثلاثه طبعا، فده وارد يعني. في النهايه كابتن عمرو بنشكرك شكرا جزيلا حبيبك، يعني نورتنا وشرفتنا وبنبقى دايما سعداء بوجودك يعني. ربنا يخليك كابتن حبيبي ابو حميد نورتنا وشرفتنا ودايما بتنورنا، شكرا جزيلا شكرا جزيلا، شكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله لقائي مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.